مشاهدينا مساء الخير، برحب فيكم بالحلقة الثانية من لبنان تاون هول. كلمة تاون هول بتعني صالون البلدية أو مجلس البلدية، وقبلن مفهوم التاون هول هو الساحة العامة اللي بتجمع أهل الضيعة أو أهل المدينة بمساحة حوار ونقاش وسجال وأيضا تفاهم على حلول واقتراحات منطقية لحل أزماتهم المشتركة. هالبرنامج من أعداد مبادرة مناظرة، المنظمة العربية المختصة بتنظيم المناظرات، وبتقدم ببث موحد عبر معظم المؤسسات العالمية اللبنانية لتكون فعلا الساحة ساحتكن والبرنامج برنامجكن. فبرحب فيكن وين ما كنتوا عم تحضرونا أو تسمعونا عبر قناة الجديد، الأو تي في، الان بي ان، تلفزيون لبنان، تلفزيون المستقبل، صوت لبنان، صوت كل لبنان أو صوت الشعب. أيضا برحب فيكن عبر الصفحة الرسمية لمبادرة مناظرة، وممكن تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ طلعت بصحتي على الفيسبوك إذا عندكن أي سؤال أو أي فكرة تقدموها لضيوفنا. الحلقة الأولى الشهر الماضي كانت بعنوان المعاش ما عاش، أما الليلة فالعنوان طلعت بصحتي، وضيوفي هن وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة. أهلا وسهلا فيك دكتور خليفة. وأيضا رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، أهلا وسهلا فيك. نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين أزان، أهلا وسهلا فيك نقيبة. ورئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية، أهلا وسهلا فيك دكتور سكرية. 4 دكاترة من المهتمين والمسؤولين عن السياسات الصحية العامة بلبنان وجها لوجه خلال ساعتين ومن دون أي وقفة إعلانية مع 10 شباب خضعوا خلال أسبوع مع فريق مختص من مبادرة مناظرة لدورة تدريبية على فن المناظرة والخطابة وبناء الحجج. المشتركين معنا من مناطق مختلفة، أعمارهم بين 18 و29، وبينهم طلاب إعلام وحقوق وطب. على كل الأحوال رح نتعرف على الشباب تباعاً، بس بحب أقول قبل الموضوع الصحي بالنسبة للمشتركين معنا منه نقاش فكري عام أو فلسفة عام، وإنما هو مسألة حياة أو موت إلن ولا أفراد عائلاتن ولا جيران وأحبائن. صار الوقت ننتقل إلى المحور الأول من الحلقة والبداية مع تشخيص الحالة. انهيار النظام الصحي ونزيف الكوادر الطبية وكورونا، نهاية مأساوية لأسطورة لبنان، مستشفى الشرق. ضربات متتالية تلقاها القطاع الصحي بلبنان خلال السنتين الأخيرتين، من الموجات المتلاحقة للإصابة بكوفيد 19 بما يتجاوز حدود طاقته الاستيعابية، إلى انقطاع الكهرباء والمازوت وتأثير ذلك على تشغيل المباني والمعدات الطبية، وصولا إلى هجرة المئات من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي إلى الخارج نتيجة سوء الأحوال المعيشية. وإن كانت جائحة كورونا مصيبة عانى منها العالم بأسره، فالأزمة الاقتصادية والمعيشية الكارثية وتبعاتها تعني لبنان على وجه الخصوص، إلى حد صار مع لبنان مهدد بفقدان ميزاته اللي بسببها سمي مستشفى الشرق. فهل أصبحت هيدي التسمية من الماضي؟ بحسب منظمة الصحة العالمية يفترض ألا تقل نسبة اليد العاملة بالقطاع الصحي عن 4.45% حتى يتمكن مواطني البلد المعني من التمتع بالعناية الصحية اللازمة. بلبنان بلغت نسبة كثافة الكوادر العاملة بالقطاع الصحي أقل من 4%، أي أقل من المعدل المطلوب، وذلك عام 2018، أي قبل بداية الانهيار الاقتصادي. فما بالكن باليوم؟ بالرغم من هالشي كان لبنان قبل الأزمة بيحتل المركز 33 من أصل 195 دولة بالعالم بحسب مؤشر الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها HAQ، والمركز الأول بالشرق الأوسط بحسب هالمؤشر. أما اليوم فبتكفي الإشارة إلى مثال واحد للقياس عليه، فبحسب تقرير نشرته وكالة الأسوشيتد بريس بآب الماضي، خسر مستشفى رفيق الحريري على سبيل المثال أكثر من 30% من كوادره الطبية وأكثر من 10% من كوادره التمريضية.
فهل من إمكانية لإعادة الحياة لهالقطاع الحيوي بلبنان؟ أم إنه مسار الانحدار لا عودة عنه؟ لأنه الكلمة الأولى والأخيرة بهالبرنامج هو للشباب المشتركين معنا بأصموا محاور الحلقة بيناتهم وبيعبروا عن آرائهم وأفكارهم بطريقة مباشرة أمام الكاميرا خلال 90 أو 99 ثانية. الكلمة الأولى للما جبر اللي بدأت تتناول السياسات الخاطئة اللي أوصلت البلد للأزمة الحالية. تفضلي لما. مساء الخير. نحن كمان عم نجرب نلاقي الحل. هذا تصريح كل سياسي موجود عنا بلبنان، أما على أرض الواقع فما في حلول. نحن اليوم عم نواجه مشكلة معكم. سياساتكم فشلتنا، حكمتونا 30 سنة، شكلتوا 19 حكومة ومعهم بلشت رحلة اسمها لبنان نحو الانهيار. من أي سياسة بتحبوا بلش؟ من سياسة دولار العملة بال 1990 يلي عم نشوف انعكاساتها بالأزمة الحالية لما نشوف أسعار المنتجات عم تتضاعف وخاصة الأدوية؟ من 30 سنة لليوم ما حدا قدر يغير هذا القرار؟ أو سياسة النهب والفساد يلي وصلت البلد لأزمة ما شهد مثلها من انتهاء الحرب الأهلية؟ والتقارير بتثبت أنه 52 مليار دولار، نعم 52 مليار دولار انصرفوا من خزينة الدولة ما نعرف لوين ولا كيف، وطبعا تدقيق الجنائي مرفوض. سياساتكم وأخطائكم ما خلصت هون حتى تلطوا صحتنا ومستشفياتنا. بسنة 2016 صدر مرسوم عن وزارة الصحة بتوزيع السقوف المالية للمستشفيات، وكانت الأرقام بتوضح الإشحاف بعدد كتير كبير من المستشفيات بالمقابل تركيز على بعض المستشفيات ببعض المناطق. أخطاءكم ما بتخلص، سياساتكم فشلتنا. إلكم 30 سنة حكميننا بتقولوا عنا حلول وعنا خطط، ومن خطة لخطة ما كنتوا تخلونا نعرف نتخطى هيدي الأزمة. شكراً. شكراً لإلك. سياسات خاطئة على مدى سنوات وسألت وين الدولارات؟ بركي هلأ ضيوفنا بجاوبوا على هذا السؤال. الخطاب التالي مع ريجينا العنز وموضوع الفساد بالمستشفيات. تفضلي ريجينا. كان يا ما كان بقديم الزمان قطاع الصحي مش متأثر بفسادكم، بس ظليتوا مصرين حتى شوهتوا. سن من 2010 مستشفى تم إنشاء وتجهيزه بمبادرات تركية وإشراف متخصصين ما تشغل بسبب سياساتكم وفسادكم واختلافاتكم السياسية والطائفية على مجلس الإدارة والحصص بالتوظيف، وكأنه المستشفى تم إنشاؤه بس لمعالجة منطقة صيدا ومش لكل الناس. تهديد نوعية العلاج وزعزعة ثقة المواطنين بسبب الإهمال بالنسبة للصيانة والتجهيزات والمعدات، وهيك عم بفضلوا يروحوا على المستشفيات الخاصة يلي أصلا خلقت حتى ما يكون في مستشفى حكومي. ما رح ننسى طرد التعسفي للموظفين من بعد أزمة 2019، ما رح ننسى المصالح المشتركة مع صندوق التعاضد وتعاونية الموظفين الواضحة من الفواتير غير الدقيقة وصولا للفواتير الاستشفائية المتضخمة يلي أصلا حتى أنتوا تكفوا بمشاريعكم يلي هي مثل سوبر ماركت بعيدة كل البعد عن المؤسسات الإنسانية الطبية. فشل دونالد ترامب بإدارة ملف كورونا كان من أحد أسباب خسارته بالانتخابات الرئاسية، والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل الشعب الأمريكي بيستحق الرعاية الطبية أكثر من الشعب اللبناني؟ لا، ما رح تطلع بصحتنا، لا، ما رح تكون صحتنا ورقة حظ بإيد كل مين بده يتاجر بلبنان ويبيعنا معه. نحن ما خصنا بمؤامراتكم السياسية، نحن بدنا أقلها نعيش بصحة جيدة. يا رح تكفوا برسالتكم الإنسانية أو رح تلاقونا بالمرصاد. شكراً لك ريجينا. ريجينا سألت هل تطوير المستشفيات الخاصة هو لما يكون في مستشفيات حكومية بلبنان؟
بنتقل للمشترك الثالث معنا جرس بجاني. جرس طبيب متمرن بجراحة العظم واختار يحكي عن هجرة الأطباء والكوادر الصحية ليعبر عن وجعه ووجع كل طبيب. دكتور بجاني تفضل. مساء الخير، اليوم بدي احكيكم عن موضوع بهمني شخصيا انا كطبيب وبهم كل الاطباء اللبنانيين. بدي منكم بس تخيلوا معي انه كل يوم نحن ونزلين على الشغل او على المستشفى او على الجامعه عم نفكر اي طبيب بدنا نودع، عم نفكر اي زميل لنا تعلم معنا او زميل كنا نشوفه مثلنا الاعلى عم بيدب الشنطه ويسافر. وطبعا كلكم بتعرفوا مدى تأثير هيدا الشيء على صحة المريض. بحسب إحصاءات نقابة الأطباء وزارة الصحة، الأطباء اللي عم تسافر هي أطباء أصحاب اختصاص وأصحاب كفاءة عالية. زيادة عن هيك بدي أطلب منكم إنكم تفكروا بالطبيب مش بس الحكيم اللي منشوفه بالمستشفى أو بالعيادة، بدي منكم تفكروا بالطبيب مع عائلته. الطبيب اللبناني اليوم عم بيعيش من أصعب الصراعات بحياته. الطبيب اللبناني معلق بين انه يبقى بوطنه بالارض اللي حبها لتعلم حتى يخدمها، وبين انه يسافر ويلاقي فرص عمل احسن. بتقولوا لي الطب رساله، اكيد الطب رساله، بس الطبيب اللبناني لما هيدي الرساله تفقد كل مقوماتها الاخلاقيه والاجتماعيه والتقنيه عم بفكر كيف يطبقها برا. طبعا حلول، الحلول كثيره ورح تشوفوها بهذا البرنامج مع هودي الشباب ومع الافكار اللي بدنا نكون عم نطرحها. بدي ادعي كل الوزراء وكل الناس اللي هلا بموقع القرار وموقع المسؤوليه انه يسمعوا لهيدي الحلول، وسوا نقدر نخلي كل اللي هلا عم يضبوا الشنطه يرجعوا يفضوها، واكيد رح يفضوها. شكرا لك. شو صعب الصوره لما المستشفى اليوم بلبنان تتحول الى قاعه انتظار بالمطار. سمعنا ثلاث خطابات من شباب عم بيعيشوا معنا تجربتهم الأولى أمام الكاميرا باستوديو تلفزيوني. هلأ بنسمع تعليق ضيوفنا. رح بلش من عندك دكتور خليفة. اسمح لي بلش أول شيء بتعليقك على خطاب لما اللي حكيت حول السياسات الخاطئة اللي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه اليوم. هلأ أولا من الطبيعي مش بس لما كل الشباب اللي حكوا وسلطوا الأضواء على مشاكل وهي طبيعة الحال، هيدا صوت المواطنين وصوت المهنيين وكل العالم. نحن بالمرحلة هيدي بمرحلة انهيار، ولو ما في سياسات خاطئة مش بس بالصحة، بكل شيء شفنا البلد انهار، إن كان بالمال بالنقل بالصحة بالتعليم بكل الأمور في انهيار نتيجة نظام وإداء. ما بظن انه الوقت كافي لحتى نقعد نفوت بتفصيله، بس ولكن طبيعة الحال في انهيار بالبلد. القطاع الصحي بحب اقول شغلي، هو عم يعاني هلا الانهيار نتيجة الانهيار المالي اكثر من اي شيء اخر. بعدنا المستشفى مش سياسات صحية خاطئة، السياسات الصحية في لها تجزئة، يعني ما في هذا كلمة كبيرة. السياسات الصحية اولا للسياسات بده يكون في برنامج صحي او التبني من الدولة الصحية لموضوع الصحة، وانا كنت وفي جاوب على اسئلة محددة لانه الحلقة مش كلها لالي لحتى اقعد احكي كل الامور. بس هل كان في برنامج صحي واضح للحكومات اللبنانية المتعاقبة؟ طبعا بال 2005 وتنفذوا. نعم بال 2005 لل 2010 حضرتكم حضرتوا، بتفوتوا على الويب سايت على المؤتمر اللي صار ببرلين بال 2010 وكانوا بيرعاه البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وغير ذلك، وتم موجود بهذا التقرير إذا بتفوتوا عليه أنه لبنان بهو الخمس سنين من أهم الدول بالمنطقة اللي عدرت عملت إنجازات، نزل الإنفاق من 12.5% من الجي دي بي. بتعتبر اليوم مشكلة النظام الصحي هي الأزمة المالية، وإذا انحلت الأزمة المالية بالتالي ما في نظام صحي، بيجي مراحل صحية بصير فيها نتيجة ظروف سياسية، انفراجات أمنية، وزير بصح له ظروف معينة بيقدر بيشتغل فيها، بس يفل بتروح هذه الأمور معه بيتأكس عليها بيجي واحد جديد بكفي. نحن أول شيء كل شخص بيجي على المسؤولية بفكر حاله أول واحد نزل على سطح القمر، إنه ما كان في قبله حدا
ولا رح يجي بعده حدا. فدائما بيجي وزراء في عندن مور بنديهن انجازات دراسات مش عاملها وزير، عاملين أهل العلم والاختصاص بالبلد البروفيسوري الأكاديميين الأساتذة بيطلع عليها وبزتها بالجرور وبالبدأ يعمل دراسة جديدة. يعني أنا عملت وزير بخمس حكومات بتذكر لأعطيك مثل تقدم خمس نرجع. خطة كهرباء نفس الخطة كل مرة حدا يقدم عليها شغل رح نرجع لهذا الموضوع خطتي. رح نرجع لهذا الموضوع قبل دكتور عراجي خليني أنتقل لعندك وتعليقك على مداخلة ريجينا اللي حكيت عن الفساد بالمستشفيات اليوم. أول شيء مساء الخير لكم ومساء الخير للمشاهدين يعني شكرا على الحلقة لأنه فيها كليتهم شباب وصبايا يعني هيدي شغلة كتير مهمة بيكبروا القلب ومثل ما هن عندهم 99 ثانية ضيوفنا عندهم دقيقتين تفضل. يعني أولا نسمع يعني شو هن آرائهم لأنه هيدي أحيانا ممكن نحن نستفيد منها وبعدين يعني بيدخلوا على عالم السياسي من هالباب هذا. بالنسبة لحكيته راني سارجانا يعني مزبوط في فساد بكل شيء بلبنان، ما في شيء ما في قطاع الا ما في فساد. بالطبع القطاع الصحي في فساد، يعني كان في فساد مثله مثل كل القطاعات الثانيه سواء يعني بالهدر سواء بالتلغيم اللي قلتي عنه، تلغيم الملفات، تلغيم الفواتير، هيدي معروفه ما فينا ننكرها. يعني هيدي كان يعني مفروض انه يصير في عليها رقابه، وهالرقابه هيدي يمكن في فتره من الفترات خاصه هلا باخر فتره يعني ما كان في يعني يعني كل البلد كان عم ينهار من فترة يمكن سنوات عديدة لغاية هلا. وبتعرفي في كمان السياسة بتلعب دور، هاي المستشفى حميها فلان وهي المستشفى حميها فلان. أنا بحكيكم بصراحة يعني حتى في كمان مستشفيات تابعة على جمعيات دينية وجمعيات شو اسمه كلها هي بالآخر إلى وراها ظهر. فيعني مشان هيك الفساد استشرب البلد بكل المحلات. ما فينا ننكر يعني الكلام اللي قلتيه كلام صحيح، بس مش ما فينا نعمم بكل المحلات. دائما عم يطلع حكي بيقولوا كلهم يعني كلهم وكل المستشفيات كلهم وكل الطبقة السياسية كلهم وكل الإعلام كلهم، لا ما فينا نعمم. هذا كلمة التعميم كلام مش كتير دقيق. في مستشفيات محترمة، في مستشفيات بس هل المستشفيات المحترمة عم تقدر تعمل فرق؟ طبعا بتعمل فرق. انت سمعت بالتقرير اللي قدمته حضرتك انه لبنان، هذا التقرير طلع سنه 2017 بتهيألي، ما بعرف يمكن دكتور خليفي بيذكرني اكثر من 2017 لما قالوا لبنان هو مرتبته 34 والاول بالشرق الاوسط كان. يعني هيدي بالطبع هيدي يعني لما انهار القطاع المالي بالبلد انهار الاقتصاد، انهار مثل ما تفضل وقال معالي الوزير انهار القطاع الصحي. لانه القطاع الصحي بالطبع مين عم يموله بالاخر؟ الدوله عم تمول سواء وزارة الصحة سواء التعاونية سواء القطاعات الطبية العسكرية. الضمان عم بياخد اشتراكات من الناس بالطبع كمان لأنه الضمان تأثر بالانهيار بس المالي. الناس أكثر تأثيرا بانهيار القطاع أكثر الصحي من أكثر حدا تأثر بالقصة هيدي. أكثر حدا تأثر بالقطاع الطبي هو المريض. ليه؟ لأنه المريض هو عم يدفع هلأ الفروقات. أنت بتعرف المؤسسات الضامنة، نحن حكينا مع كل المؤسسات الضامنة وجبناهم لعنا على لجنة الصحة النيابية وحكينا بقصة انه رفع التعريفات للمستشفيات مشان المريض ما يدفع هو يدفع يكون الضحية. ما في عندهم هلا بعد شوي الشباب والصبايا رح يكون عندهم يعني اسئلة تفصيلية بمواضيع محددة بركة بهالصراحة اللي يعني عم تعطونا اياها كمان بتجاوبون. قبل خليني انتقل لعندك نقيبة بمداخلة دكتور بجاني عن هجرة الطواقم الطبية. مساء الخير للجميع. بصراحة هي موضوع الهجرة موضوع الساعة اليوم، وأنا بدي أقول أنه لبنان شهد هجرة للطواقم الطبية والتمريضية من زمان وجاي، والهجرة هي هجرة عالمية. بس من 2019 من وقتها ما بلشت الأزمات لليوم صارت الهجرة بحركة غير مسبوقة. لحد اليوم نحن تقريبا بنقابة المرضى والممرضين حصينا 2000 ممرض وممرضة هاجروا لبنان وهن من أصحاب الخبرات والكفاءات. وهيدا الشيء مثل ما بنعرف هالنقص عم بيكون له تداعيات، إن كان على الممرض نفسه لأنه عم يخلق له ضغط نفسي وجسدي لأنه بده يصير يهتم بعدد أكبر من المرضى، وعم بيكون كمان له تداعيات وخلل على القطاع الصحي وعلى جودة العناية التمريضية. مشان هيك نحن النقابة يعني اليوم جايبين الليلة كمان لأدعي
الكل وبحيي عبر هواكم كل ممرض وممرضى هني بعدهم صامدين لحد اليوم رغم كل هالأزمات بلبنان، وأنا كرمالهم هون وكرمالهم نقابة المرضات والمرضين بكرة بدعيهم تنوقف سوا هالوقفة المطلبية اللي رح تكون تحت شعار بالصحة ما لازم يصح إلا الصحيح معا لإنقاذ قطاع التمريض. هلا بعد شوي رح نحكي كمان عن اضراب بكره اللي دعيتوا له. قبل ما اسمع مداخله الدكتور سكريه رح انتقل الى التقرير الثاني بالحلقه، ازمه الدواء والمستشفيات من وجهه نظر نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف. في شغله مهمه كثير بلبنان، عدد الاطباء كبير كتير، يعني حوالي 15,000 طبيب، يعني طبيب لكل 300 مواطن، هيدي من أعلى النسب بالعالم. كنا عم نشفي منها بالقبل وعم نجرب نحط ضل حد، ولكن وقت اللي وقعنا بهالأزمة شفنا إيجابياتها ونسينا سلبياتها. الوضع الصحي بلبنان أكيد منه بخير لأنه تابع للوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه، ويلي هي مع الأسف عم بتخلي الطاقات المهمة بالبلد تترك، بما فيها الطاقات الطبية والتمريضية. يعني صار 2500 طبيب مهاجر، وبعتقد قدهم إذا مش أكثر من ممرضات. نحن عاملين دراسة إداي عم بيطلع الطبيب كمتوسط، عندنا ما لا يقول عن 55% من الأطباء كانوا عم بيطلعوا حوالي 2,000,000 ليرة بالشهر، يلي هي 1200 دولار كانت. بدي أعتبر أنا بعده عم بيطلعهم، مع أنه علامات استفهام على الموضوع. 2,000,000 أو 3,000,000 ليرة شو بتسوى اليوم؟ وين بتعايشوا؟ هلأ مؤخراً وزير الصحة ومشكور سعى إلى رفع التعرفة 3.5 أضعاف، يلي هي كمان بتحفز الأطباء يضلوا موجودين وبتخفف المصاريف عن كاهل المواطن. عم يتأمن الأدوية عن طريق البنك الدولي ومساعدات خارجية لكل المستوصفات مراكز الرعاية الصحية الأولية بلبنان، بطريقة أنه الأشياء الأساسية والضرورية تكون موجودة ومجانا أو شبه مجانا للمواطنين. المشكلة أنه المواطن ما أنه معود يروح على المستوصف حتى يأخذ الدواء تبعه، معود يروح على الفرماشية يأخذ الدواء البدوية أيام كتير بلا وصفة طبية موحدة وبلا شيء. بتأمل أنه بالقريب العاجل نقدر نوصل إلى حل سياسي اقتصادي يحط حد لهالنزف يلي عم نعيشه، ونرجع نقدر نكمل مثل ما كنا قبل سوا. اسمعنا الشباب ومداخلات الضيوف. هلأ بننتقل إلى فقرة النقاش وأسئلة الشباب، والسؤال الأول من عنده سؤال سامير، راح بلش من عندك، تفضل. سؤالي لدكتور عاصم عراجي. حضرتك حكيت أنه في كتير فساد وللأسف بوزارة الصحة، بس في أشياء إنسانية ما فينا نتوقف عليها، مش بوزارة الصحة، بالقطاع الطبي. إيه عراسي، بس كمان بوزارة الصحة خاصة. مثلا استثنى الاستشفاء يلي هو سلاح انتخابي بإيد كل وزير عم يوصل على مكتب وزارة الصحة، بنفس الوقت هو جريمة بحق كل إنسان ما عنده جهات ضامنة. هيدا الشيء كيف فينا نوقفه، وليش ما شفنا ولا أي موقف بارز عم بيدعي لتوقيفه؟ يعني بالطبع انت بتعرف انه تشكيل الحكومات كيف بيتم تشكيل الحكومات بشكل انه اللي هو توزيع بين محاصصه بين السياسيه، مش هيك ولا لا؟ بس ما فيك تعمم، ترجع بقول ما فيك تعمم. يعني في عنا وزير كان، يعني انا كنت على ايامه كمان، كيف ما كان يعني يستعمل هالطريقه؟ ما فينا نقول انه كل واحد، كل وزير اجى استعمل هالوزاره مشان شغلات انتخابيه. يعني بالنهاية الوزير عندنا بلبنان تابع لجهة سياسية، بمر أحيان لجماعة، مش يعني جماعته سياسية أو لمرجعيته السياسية يمكن أكثر، أو للمستشفى اللي تابع لمرجعيته السياسية، هيدي معروفة عندنا بالبلد. بس ما إنه والله إنه الوزير اللي بيجي، يعني شفنا نحن وزراء، خي بعديك أنا مثلا، خلينا نحكي بصراحة، مش هيك؟ إجا مثلا الدكتور حمد حسن، هو جماعة حزب الله، مش هيك؟ أنا بالمستقبل كنت دكتور خليفة، أيام ما كنت أنا كمان كان دكتور خليفة بيمثل جهة سياسية معينة، ما ولا بحياته لا هو ولا دكتور، مش عم بحكي عن الوزراء التانيين، عم بحكيك عن يعني بالسياسي نحن مختلفين، نحن وياهم بالسياسي، مش هيك؟
ولا مرة أنا تعاملوا معي على أساس أنه أنا بكتلة المستقبل وأنه هني ولا تابعين لتيارات سياسية تانية. بالعكس يعني دايماً عم بيصير في تعاون بقصة الاستشفاء، عم بيصير في تعاون دايماً بين لجنة الصحة النيابية وبين الوزير، سواء هالوزير شو ما كان يكون. يعني مثل أنا علاقتي مع الدكتور خليفي مثل علاقتي هلأ مع الدكتور فراس اللي هو محسوب إذا بدك تحكي بشكل عام على المستقبل، مش هيك؟ علاقتي مع حمد حسن، دكتور حمد حسن نفس الشيء، علاقتي مع الدكتور جميل جبأ كانت نفس الشيء، مع غسان حسباني، مع وائل بوفعور، مع علي حسن خليل. يعني ما بدنا نعمم، يعني أنا برجع بقول لك نحن بلبنان إذا واحد طلع عنده مرارة نعم شكرا ما عمل بس إذا ما عمل العملية الثاني يوم أو ثالث يوم بتقوم القيامة عليه. ببلاد برا إذا ما كان شغلة طارئة بأجلولة شو اسمه ما نوصل نحن نقول القطاع الصحي والله كان عنا ما كان عنا مش بشكل عام بشكل خاص عام. بس كمان يعني أنا بخاف آخر شيء ما يطلع مثل موضوع الفساد، في فساد بس ما في مفسدين، وبالموضوع الصحي بالموضوع الصحي في أخطاء فساد. بس ما في مخطئين، بس أترك المجال ريجينا لأنه شفتك هيك يعني حايصة، تفضلي. أنا سؤالي للدكتور خليفة، لماذا موازنة وزارة الدفاع ووزارة التربية أكبر من موازنة وزارة الصحة؟ برافو عليك على هالسؤال هيدا، وضروري يكون واضح للرأي العام. هناك متعاطين بالشأن الصحي شوشوا على الشأن الصحي وعلى المواطن، وانطلقوا من نظرية أنه لبنان بيصرف 12.5% من الدخل القومي على الصحة وكذا وكذا وكذا، وأنه نحن بننفق على الصحة كتير، وهيدي لقوها المسؤولين بوقتها لحتى ما ينفقوا على المواطنين. يعني بيجيبوا بالمؤسسات الدولية الكبيرة، في أنا كشخص بسميهن البويز الأولاد هولي، يعني في عندي فكرة روحي برروري لسويها، إذا أنا رئيس حكومي أو دولي وعندي التزامات لازم أقوم اتجاه المواطنين. الدول تكتسب شرعيتها والديمقراطيتها من التعليم ومن الطبابة بالدرجة الأولى. في برام عالمي بس يكون عندك دولة وعم تحطي موازنة لازم تنفقي بالحد الأدنى 8% من الجي دي بي تبعك كدولة على المواطنين لحتى يخف الإنفاق من جيبتهم. يعني بصف اللي بتنفقي أنت 8% من الجي دي بي أو 8.5 بصف الإنفاق الأوت أوف بوكيت 20%، ساعتها هيدا شيء مقبول للناس. إجوا عنا بلبنان شو سووا؟ نحن بلبنان بننفق على مجمل القطاع الصحي 2.4 كوزارة صحة مع خدمة الدين، و 4.2 بدون خدمة الدين. صوري بالله فزلك على كلنا الدولة اللبنانية كلياتها من موازنتها بتدفع للقطاعات الصحية كان بالجيش وبالدرك وبكل القطاعات بتساهم بتقريبا ب 4.5% من الدخل القومي، وين ودخل قومي صغير مش دخل قومي كبير. يعني بيجي واحد بيقول لك فيلسوف مثلا بيجوا كانوا لعندي بالوزارة أنا عم ساوي الخطة الصحية، طب ما ليه أنتم بتوصفوا الدخل القومي 4.5%؟ هذه قطر، هذه قطر 2%. إيه حبيبي أعطيني ميزانية قطر بصير الإنفاق تبعي 0.1%. هيدي اسمها فزلكات عند بعض اللي بس زفين لوضح لي هاي النقطة. هلأ بيجيكي كمان ناس بقولوا إيه طب وين بدك تحطي حالك أنت، بس كلمة بس، وين بدك تحطي حالك أنت بأي دول بالإنفاق؟ بتحطي حالك بجنوب السودان بتنزانيا أو بتحطي حالك بالبحر المتوسط. إذا اليوم نحن بالبحر المتوسط يعني بلبنان الانفاق على الصحة على المواطن 600 دولار بالسنة. نعم هلا بعد شوي رح نرجع دكتور خليفة للأرقام، بس خلينا أعطي مين عنده مهم لأنه كان نعم طبيعتها تفضلي. بونسوار زافان، بونسوار لضيوفنا. عندي سؤال لدكتور ساسين، بظل اللا عدالة بين الأجور بين الممرضين والممرضات، ليه أنتو كنائبة ممرضين وممرضات ما حاولتوا توحدوا هيدي الأجور، خاصة أنه نفس ساعات العمل تقريبا كل الممرضين بيشتغلوها؟ مرسي. ومرسي لسؤالك. بصراحة نحن الوقفة اللي رح نقوم فيها بكرة رح نتطرق لهيدا الموضوع، ونحن بصدد هالمرة مش بس نطالب، عم ندعي لطاولة حوار وتفاوض مع المعنيين وخاصة مع وزير الصحة ونقيب المستشفيات الخاصة تنحكي بعقد جماعي بيوحد شروط العمل. ساعتها كل المرضى بتشتغل بأي محافظة بلبنان بيكون عندها نفس المعاش نفس ساعات العمل ونفس الحوافز اللي بتتمتع فيها، وهيدا الشيء نحن بصدد حطيناه على الطاولة ورح نطالب فيه لحتى تتوحد شروط العمل، لأنه أي في غبن
الممرض اللي بيشتغل بالعاصمه ببيروت غير الممرض اللي بيشتغل بالشمال وببيروت وبجنوب، وهذا الشيء مش لازم يكون لانه عنده نفس الشهادات نفس الكفاءات، ولازم كمان يتعامل على كفاءاته وعلى جوده العنايه اللي عم بيقدمها. فان شاء الله بكره شاء الله. وقفتنا نعم. توصل. شكرا لك نائبه. سؤال مين بده يسال؟ تفضل جريس. انا عندي سؤال دكتور اسماعيل سكرية، بس كمان كل الضيوف مخولين. نعم سبقتني بعد كل الضيوف دكتور سكرية مخولين انه دكتور سكرية بدي اسالك، لو عبر كل هالمواقع المسؤوليه اللي حضرتك كنت فيها قدرنا نطبق سياسه صحيه استباقيه، قدرنا نامن نعمل نظام صحي يكون كثير متين ويكون صلب، كان فينا نتفادى الارتطام الكبير اللي نحن عايشينه هلا؟ اكيد. بشكرك على السؤال وبدي يعطيني وقت لجاوب، ولا اذا قطعتني نعم. بفضل اني ما احكي ابدا بعدين. لا لا تفضل عندك دقيقتين لا مش دقيقتين لا اسمح لي الله يخليك، ولا بفضل انسحب. خليني بصراحه يا معلش تفضل. عمره ما كان في سياسه صحيه وطنيه بلبنان. القطاع الصحي انعكاس لتركيبه النظام طوائفه ومذاهبه وسياساته. السياسي هي دائما المخالب المتدخلة بالقطاع الصحي استشفاء ودواء ومؤسسات ومستوصفات وكل شيء بيخطر على بالك. اوكي. العقل التجاري لعب دور كبير طبعا بين هلالين، لا يعني انه ما عندنا اطباء بنفتخر فيهم بلبنان على المنطقه كلها، ما عندنا بعض مؤسسه بتفتح صحيح، بس عم بحكي سياسي عامي. ولجاوب على سؤالك، كان العقل التجاري عم يلعب دور، شعار الاقتصاد الحر استخدم كلمه حق يراد بها باطل، يعني افتاح اللي بدك اياه، بحط حجر اساس مستشفى، انا بشبك العلاقه سلفا مع وزاره الصحه لاعرف شو بيطلع لي، ايام السرير وعدد الاسره اللي ابني عليها، تكنولوجيا 7 أضعاف سكانرز عن فرنسا، 5 أضعاف عن فرنسا ام ار اي، اعلى نسبه جراحه كاثريا كاس تمييل القلب، جراحه قلب مفتوح 2.5 عن فرنسا. نحن القطاع الصحي كان ماشي باسلوب استهلاكي بامتياز متفلت من اي رقابه، وبالتغطيه السياسيه والطائفيه والقيادات الطائفيه والروحيه، ما هيك؟ بلشت انهياره مش هلا، هيدا اللي بدي اقوله انا، مش مع انهيار الليره لا ولا الكورونا، هيدا الزلزال اللي بالاخر مزبوط وقعوا بالارض، بس بلشت من 10 و20 سنه، وكلكم ومن اهلكم بتعرفوا لما لعبت التشاطر بين مؤسسات الضمان، مريض الضمان بفوت على المستشفى، المستشفى احدى فواتير احدى المحافظات، مره حكيتها انا بالاعلام، من 10,000 فاتوره ضمان 7,500 مريض ويك اند سميته، خراج الايد يمكن يكون باسمي وباسم زفين وباسمك، فات السبت الصبح طلع التنين ما في رقابه وما بنعرف نحن، 7,500 هاي مثل بسيط، احدى المستشفيات لعقل شغلة بتفتح وبتسكر وبتفوتر لك جراحة قلب مفتوح، وحكيتها مرة بمجلس النواب ونضبط الورقة بعد 20 سنة، زيته الطبيب اللي كان يعملها شوف الصدف عم عزي ناس، طلع المريض كان عنده نعم. من شو مات، المهم انه نفس الشيء كان سرطان وناطرينه تيموت، قام فتحه وسكر رقابي، ما في محاسبه، ما في الضمان، طلع صرخته دائما من المستشفيات بتطمع بالضمان، الدوله ما بتدفع للضمان، بلش الانهيار. مريض كلمة صغيرة، مريض الضمان من 10 سنين بفوت مفروض يدفع 10%، مش هيك؟ طيب هاد الطبيب بيقول له اعطيني براني شوي، وبتفهم بدي يكون جريء وبتفهم احيانا لانه ما عم يقبض لبعض سنين. طيب والله هالبرغي باجرك اشتريه نعم. ما معنى اياه، بس مش هيدا الفساد اللي عم يحكي عنه. العشره صارت 20-30، ومثله مريض المستشفى الحكومي اللي كنا تعيين مجالس اداره نعم. واغتنوا الشبيبي والمديرين. دكتور سكرية رح نرجع نكفي هيدي النقطه شو. بس قبل بدي روح على سؤال من السوشيال ميديا، لانه كمان باب المشاركه مباشره على الهواء مفتوح امامكم. السؤال من عبر الفيسبوك وهاشتاج طلعت بصحتي، دكتور عراجي لك السؤال، هل من خطة اليوم لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون، وهل البلد يتجه إلى الإقفال العام؟ هلا بالطبع يعني الخطة انحطت من أول ما انحطت جائحة كورونا، يعني حطينا نعم. نحن خطة مع الوزراء اللي كانوا مع الدكتور حمد حسن، وهلا مكفيين مع الدكتور فراس أبيض، في خطة محطوطة
بالطبع في تدابير هيدي لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لجائحة كورونا، وفي بالطبع قصة الفاكسينيشنز، قصة الفاكسينيشن اللي هي نحن عم ندعي الناس، ويعني شفت بنهار السبت والأحد أنه ناس بلشت تتقبل الفاكسان هلأ أكثر من الأول. هلأ بالنسبة للمتحور أوميكرون بالطبع مثله مثل المتحورات اللي اجت قبله. اليوم يعني كان بالأول لغاية هلأ منظمة الصحة العالمية ما عطت بعد كان بيان نهائي، وبريطانيا اللي هي تفشى اليوم رئيس الوزراء البريطاني عم بيقول 40% من كورونا صار موجود ببريطانيا، ما بنعرف لغاية هلأ خطورته قديش. منظمة الصحة العالمية اليوم بتقول اليوم بتقول إنه خطر كبير الأوميكرون. بالطبع الإجراءات هي هي مثل اللي كان محور متحور ده. توقعاتك يصير في اقفال بعد العياده هلا بالنسبه للاسره، انت بدك تطلع على الاسره الموجوده بالمستشفيات حسب الاسره. نحن هلا عندنا 40% من الاسره للمرضى العاديين والعنايه لمرضى كورونا، يعني بالنسبه لشهر 1 وشهر 2 السنه هيدي ولا شهر 12 السنه الماضيه هودي يعني 40% لا سمح الله إذا صار في تفشي بعد رأس السنة مثل السنة الماضية القطاع الطبي غير قادر على المواجهة. مش هناك عم ندعي الناس لأنه تأخذ الإجراءات. شكرا لك دكتور عراجي. بشكر كريستين بطرس اللي شفنا اسمها بعتت هالسؤال عبر الفيسبوك. أنتوا كمان فيكن تشتركوا عبر هاشتاك طلعت بصحتي. ننتقل إلى المحور الثاني بحلقة الليلة والعنوان حب الصبح قبل الأكل. برحب بكل اللي انضموا إلنا كمان، وبذكركن عن جديد بهاشتاك طلعت بصحتي اللي فيكم من خلال تشاركوا بأرائكن أو تسألوا ضيوفنا أي سؤال بموضوع الصحة. بنبدأ هالمحور مع مين عبالو؟ رينا اللي اختارت تحكي عن الحق بالدواء. رينا حسنية تفضلي. بيفتخرن أنهم كلبنان تقدموا ومضوا على معاهدة دولية بتأكد على حق الإنسان بالصحة والاستشفاء السليم، ولكن لما يرجعوا على أرض الواقع ما بيطبقوا شيء من اتفاقياتهم. من أي أنجاز بتحبوا بلش؟ من الفاتورة الدوائية يلي صارت أغلى من الحد الأدنى للأجور، أو من الدواء يلي خزنوه بمغارة علي بابا والأربعين مستورد؟ بعد رفع الدعم عن معظم الأدوية وغلى أسعارها بطل فيه للمواطن اللبناني حل غير أنه يرجع للأعشاب الطبيعية والوصفات العربية أو شهادة الدواء من الجهات المانحة مثل الجمعيات وغيرها من المؤسسات. اسمحوا لي اليوم أحكي عن موضوع كتير مهم، وين اليوم المواطن اللبناني عنده سؤال كتير بديهي بيطرحه على المسؤولين عن هذا الموضوع، وين صرفت أموال الدعم؟ أنا رح جاوبكن. المستورد أو الموزع يلي كان عم يدفع فاتورة الدواء أو عم يشتري فاتورة الدواء على دولار ريت 1005 أو 3900، اليوم اجته الفرصة بكل بساطة أنه يبيع الدواء على السوق السوداء، يعني 5 أضعاف ربح أكتر عن ما كان يبيعون، وهيدا طبعا بسبب غياب الرقابة الفعالة والمحاسبة. بالمناسبة اسمحوا لي استذكر الوزير السابق، وزير الصحة السابق والطبيب إيميل البيطار يلي على عهده تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بيقدر بموجبه أنه يسحب رخص استيراد الأدوية بهدف إعادة توزيعها، ولكن هيدا المشروع انرفض من قبل المجلس وكلنا منعرف شو السبب. وأخيراً شكراً يعطيكي ألف عافية. السوق السوداء وكلنا منعرف شو السبب. الخطاب التالي هو فاطمة جمعة اللي اختارت تلقي خطابها عن احتكار الدواء. تفضلي فاطمة. العد العكسي بدأ 99 ثانية. الاحتكار هو تحكم طرف واحد بسوق سلعة معينة بظل غياب المنافسة.
كل الحكومات سعت للحد من هيمنة المحتكرين إلا بلبنان تسعى لحماية المحتكرين. احتكار الأدوية تجلى بالأزمة الحالية من خلال استنسابية التوزيع، كمية الأدوية المستوردة، سعرها ونوعها وبلد استيرادها ولوين عم تروح. أكيد الكل بيسأل مين المسؤول؟ كارتل اللي بيتألف من 7 شركات مستوردة هو اللي بيحمل مسؤولية من خلال تواطؤ السياسيين اللي إلهم أسهم وحصص بهاي الشركات بالإضافة لرعاية المصرف المركزي. وكل هيدا صار من خلال الاعتماد على الاستيراد على حساب الصناعة المحلية، وكمان سياسة الدعم اللي أردفت أرباح طائلة للمستوردين عبر استيراد الأدوية بدولار مدعوم، إما تهريبه لبرا مقابل دولار فريش أو انتظار رفع الدعم لبيعه بسعر سوق السوداء. أما الآثار المترتبة فهي أولا جنون أسعار الأدوية، مع أنه جنون أسعار الأدوية مع أنه كلفة الاستيراد دوبلت مع الأزمة. وبحب أعطي مثال اللي هو مسؤول كان مسؤول بقطاع الأدوية وزع أدوية من دون فواتير بس لأنه قربت تخلص مدته بينما صار له فترة مخزن عنده. أخيراً طول عمره لبنان أرض خصبة للمحتكرين تحت ما يسمى مبادرة الفردية من دون رقابة محاسبة، واحد المواطن عم يدفع ضريبة هاي الممارسات. وانت بعدك قبلين دلك الحلقة الأضعف. شكرا لك فاطمة، بعتقد بتتوافق كتير مع دكتور سكرية، وهلا بعشوائي بنشوف شو تعليقه. الخطاب التالي مع ناتالي كنعان عن الصيدليات وأدوية الجينيريك. تفضلي ناتالي. اليوم عنا توزيع غير عادل للأدوية بين الصيدليات، يعني في صيدليات عم يوصلها كميات كبيرة من الأدوية ومنهم كميات صغيرة. أنا من الأشخاص يلي بدل أفتو لعكازة صيدلية حتى لقي صيدلية واحدة فيها الدواء اللي أنا بديه. وهون بدي أذكر إنه مستودعات الأدوية بطلت عم بتوزع مثل قبل، فالصيدليات عم تضطر إنها تتعامل مع شركات الاستيراد يلي هي أصلاً متحكمة بالسوق بدل الدولة. أكد المجلس المركزي لمصرف لبنان إنه استيراد الأدوية هيدي السنة أكثر من استيراد الأدوية هيديك السنة، يعني مش من المفترض أن يكون في أزمة. طب وين الأدوية عم تختفي؟ بدي أسألكم سؤال، أنتوا بتعرفوا شو معنات NS؟ معناتها بالعربي عدم الاستبدال. هيدا شرط حطوه المحتكرين الأدوية على الصيدلة كرمال يقيدوه ويمنعوه أنه يعطي دواء بديل للمريض. حخبركم أكثر، لما نروح على الصيدلية معنا علبة دواء ما لقينا منه حنقول له اعطينا بديل، دغري وبدون اي تفكير حيقلنا ما في بديل حتى لو كان فيه، لانه مقيد بحرفين بس NS. بسبب فساد الشركات ومصالحهم عم ننجبر بطريقه غير مباشره على ادويه البراند، مع انه عندنا خيار ثاني هو ارخص وبنفس التركيبه هو دواء الجينيريك يعني البديل. شكرا. شكرا لك. من بعد هالمجموعة الثانية من خطابات الشباب رح افتح باب النقاش بين الضيوف والشباب. دكتور سكرية اسمح لي بلش من عندك قبل النقاش، شو تعليقك على المداخلة اللي قدمتها عن الحق بالدواء؟ نعم. بس للإنصاف قبل الدكتور إميل بيطار كان في النائب فريد جبران سنة 1960 تقدم بمشروع قانون لإنشاء مكتب الوطني للدواء وسقط المشروع بمجلس النواب. نعم. مجالس النواب المتعاقبة كانت مقبرة كل محاولات الإصلاح من أيام فريد جبران لأميل بيطار لأيامنا. 53 سؤال نيابي أدوية وصحة ودنيا واستجوابات نصهم وإلى آخره، وأجوبة طبعا بتضحك إذا بدك. وكانت مجلس النواب بسميه صامت شاهد زور. خلصنا من مجلس النواب. لنرجع للحق بالدواء. طبعا الحق بالدواء هذا حق مقدس مفروض. بس كان في بعد الـ 2006 شو صار؟ الـ 2006 بالحرب لأول مرة انكسر الاحتكار وتنزل سعر الدواء 20%. صحيح. مشان الإنصاف كمان في صار وصار وصار إشياء تاني. لا وصار إشياء تاني وصار في إشياء تاني بلا ما فوت فيها. لا مشان الإنصاف 2006. لا لحظة خليها بلا ما تفتح. لا ما تفتح أبواب الدبابير. لا ما بفتح بس 2006 لا الإنصاف كمان نحن
احد لا. احد طيب بس خليني كمل حديثي انا معلش زعفين ارجوك تفضل خليني كمل حديثي لانه هذا الباب لبكره بخلص اذا بدك لبكره تبي بدي 100 حلقه ما بخلص انا والمشكله نحن عندنا يعطيني يا اخي دقيقه ونص امري لله طيب دام تصدمني كنا عم نحكي الحابة دوما شركات الدواء خليهم يعرفوا جيل جديد لازم يعرفوا الحقيقه شركات الدواء من الاول هن بلشوا ب 1897 1867 1897 1927 1946 1959 هالخمسه هاو شكلوا العمود الفقري للمحتكرين والشركات القويه اللي سموه الكارتيل اللي انا سميته مافيا بايار 97 وبشهاده الرئيس بري بعدين وحطيت له شهادته على الكتاب الاولاني الدواء مافيا ام ازمه نظام اذا بتريد هودي هن اللي كانوا يفرضوا التسعيره اخترقوا النفوذ السياسي اخترقوا مجلس النواب اخترقوا مواقع القرار بالنفوذ المالي طبعا هن اللي كانوا يسعروا يفرضوا التسعير من 1997 ل 2020 انا حسبت لهم ارباح فائض عن ارباحهم الشرعيه 11 مليار دولار فائض بحق الربح يعني فائض مش حق الدولة غير الربح الشرعي فائض عنه فلذلك لما اجت الازمه والانهيار ما مستعد يضحي بسنت صار يهرب الادويه ياخذها مدعومه هون يبعثها على راء وعلي بغيره لياخذ فريش دولار شو بدك اقسى والقم من هيك مواقف وينه الحق بالدواء اي حق بالدواء وهذا كله على قدام منظر السياسيين اللي انهار البلد بفضله بس كمان وين المساءله بهذا الموضوع انت كنت راس حربه بهذا الموضوع ولكن 53 سؤال نيابي 12 استجواب حكومي مؤتمرات صحفي بالمئات عندي مكتبي وشو النتيجه؟ نتيجة ماشي نتيجة أنا بقول لك شو النتيجة النتيجة اعطيني دقيقة لأنه أنا مؤمن بشغلة واحدة لا تحلم بلبنان أنك تبني دولة من خلال هذا المناخ السياسي كو عم يضحكوا على حرام شباب وجوه حلوة قاعدين قبلنا حرام لا تحلم لا يتوافر قرار وطني أنه يحرر الصحة من التدخل السياسي والطائفي هذا قرار وطني بحجم الوفاق الوطني مستحيل يتوفر بلبنان بليز في طريقه واحده انك تشتغل مع الجيل الجديد دكتور سكري بس ليضل الحوار سريع هلا بنرجع لك بنرجع لهيدي الفكره هاي اهم وحده دكتور لأنه عراجي لأنه هدف البرنامج من اللي كنت تقوله هلا هذا كله دكتور راح هلا راح يكون عندك فرصه ترجع تقوله وبتمنى تبلش فيه بعد شوي دكتور عراجي السؤال اللي سالته فاطمه نعم كان عن مشكلة احتكار الدواء اليوم بلبنان يعني أول شيء بدي أعلق بالنسبة قالت بالنسبة للأنس اللي هي نحن بالأنس لغيناها نحن طلعنا قانون اقتراح قانون بمجلس النواب وتوافق على مجلس النواب وصار قانون والتغت للأنس ما عاد في شيء اسمه أنس يعني صارت الصيدلي له الحق يغير الدواء بشرط يكون تقريبا نفس التركيب و بس بعد شو يعني نفس الفعالية ما هو قديش صار له هيدي لأن الوصفة الطبية الموحدة صار له 5 سنين قعدت يمكن مش أكثر من هيك يعني فلغينا الأنس نحن هيدي نعم فاطمة سألت عن الاحتكار بالنسبة للاحتكار بالطبع يعني مثل يعني معروف بالبلد إنه في شركات دواء في كم شركة عددهم قليل هن كانوا مسيطرين على قطاع الدواء كله بالبلد وهن كانوا بيربحوا أرباح خيالية ما حدا في ينكرها يعني ولا حتى يعني اللي يعني خلال هالفترات الهيدي الطويلة أخذوا مصاري كتير نحن شو جينا عملنا بدك توقف مقابيلهم يعني إذا بدك أنت تكون يعني مع المواطن بدك تدافع عن المواطن ونحن كليتنا بعدنا كليتنا عم نشتغل بالطب وبنعرف قديش الناس عم بتعاني جينا نحن عملنا قانون لأنه بدك قانون أنت لحتى تمنع الاحتكار جينا عملنا قانون اسمه LDA Lebanese Drug Administration هلا توافق عليه بمجلس النواب قعدنا اشتغلنا عليه 3 سنين مع كل القطاعات العلمية بالبلد لحتى قدرنا بس كان بدها 3 سنين يا اخي بدك المشكله على الادوات هو مش بتعرف انت جائحه كورونا اخر فتره نحن شو كنا عم نجتمع حتى خلال الجائحه ما هو بدك يروح لجنه الصحه عملنا الاقتراح القانون ناقشناه جبنا كل الناس المعنيه من قطاع الدواء راح على الاداره والعدل بعدين راح على الميل من الموازنه فهذا في ماده بالقانون تبع قانون الوكاله الوطنيه للدواء مثل الوكاله الامريكيه او الوكاله البريطانيه او الوكاله البريطانيه حطينا ضمن القانون مادة منع الاحتكار والإغراق لأنه أحيانا بيجي واحد بيغلق لك السوق مشان يعكس على غيره والتاني أحيانا بيحتكر الدواء بنتقل لدكتور خليفة وتعليقك بخصوص خطاب ناتالي
انه نعم ناتالي سالتك عن الصيدليات نعم. والادويه الجينيريك وليه الجينيريك والبراند يعني هل جدليه موضوع الدواء بوافق دكتور سكري خاصه احيانا بدي اقاطعك الجينيريك نعم. بيطلع احيانا اغلى من البراند في انطباع خاطئ عن الجينيريك نحن خلينا نوصل بنتيجه لانه في راي عام عم يطلع علينا وتجربه جديده ما نطلع اخر شيء بشغلات خاطئه فقط انه حكينا او قدمنا مشكله بوافق الدكتور سكري اوكي هذا النظام الدواء هو بيتابع لنظام الوكالات مثل السيارات اذا بتشتري سياره مش علبه دواء من دوله ثانيه جديده من الشركه بده ياخذ الوكيل ربحه بلبنان هذا موضوع خارج السياق هلا النظام السياسي نحن عايشين بهذا النظام يعني ما بدي اقول انا بدك تحرر ظهروا لي اسرائيل من فلسطين برجع الفلسطينية عليهم في واقع نحن واقعنا نرتدي بين هذا النظام تفضل دكتور حكى مزبوط الله يرحمه الاستاذ ايميل بيطار ومثل ما حكيت بكلمته وقف قال بدنا ننزل كان الدواء ربح 170 يعني اذا بتجيب الدواء فوق ب 100 بيوصل على تم المواطن ب 170 وقت اللي قال بدي اعمل وكالات شو تسوي بسيطه اقالوه وقالوا له روح على البيت الله يرحمه سقطوا بمجلس النواب وسحبت المحاضر وسحبت المحاضر كلياتها وقريتها قبل ما اقوم بالخطوه تبعتي انه شو ممكن يصير فيه بوقتها خلقنا فجوه عملنا إعادة التسعير اللي هو بلشت البلد عليه بال2006 وقسمنا شطرات الدواء وعدم التفاصيل ونزل الدواء بيعرف دكتور عراجي سعره لل20% هلا بتقلي 2006 على 1 2006 على 1 اللي سويناه انا بدي اقول لك بصراحه اندفع 15 مليون دولار لوبي ليطيروني من الوزاره باحد السفارات الوكلاء هلا اول مره بقول على التلفزيون ما مشكله شو بقول هذا النظام هن موجودين هونيك ولكن خلقنا هو انه قدرنا فتنا على هالكرتيل بس هيدي اول بس مره حدا بيحكي عن شو يعني هالكرتيل شو بيعمل لا لا شو الكرتيل اليوم انت وقت اللي عندك خطير هذا مين في طيرك هذا عن جد كلام خطير كرتيل بسيط يا اسماعيل هذا كرتيل عنده 800 مليون دولار قدره شرائيه انت اليوم اذا عندك 800 مليون دولار حط 100 مليون بتطلع مجلس النواب ومجلس الحكومي ورئيس الجمهوريه ببلد مثل لبنان لو ما شباب موجودين كنت كشفت هالسر اليوم لا لا بحكي هون هولي شغلات عارفينها حكيت على قضيه نحكي على قضية نعم. الدعم بس خليني ارجع نائبي يعني موضوع الماركت والجنريك كيف عم بيأثر على شغلكم كممرضين وممرضات على الأرض بالمستشفيات أو بالعيادات بالعلاقة مع المريض صحيح المرضات والمرضين هني بوجودهم حد المريض يعني المريض هو متعلق فيهم متعلق أوقات بالدواء وخصوصا المرضى اللي عندهم أمراض يعني مزمنة فالمرضى بتجرب تساعده يعني وبتراوقه لأنه هي مهمتها تكون حده تعطيه الدواء اللازم وتراقبه المراقبة اللازمة أوقات كتير كمان هي بتتوسط كمان في أوقات المرضات خبروني هني بتلفنوا لبعض الصيدليات ولبعض الأطباء يتوسطوا أنه إذا بيقدروا يساعدوا تيلاقوا أدوية للمرضى لأنه هني بحاجة لها وهذا الشيء عم يخلق يأس يعني ما بتعرفوا المريض معلق أوقات بحبال الهواء فكيف إذا بتقطع عنه الهواء يعني كأنه قطعت عنه الدواء. ضغط نفسي فوق المشاكل فهيدا الشيء وجود المرضى حده عم بتكون عم بتهدي لحتى بهالبلد يلاقوا حل تيلاقوا الدواء مثل ما قال دكتور سكري الدواء هو حق للجميع شكرا أزمة الدواء طبعا هي مشكلة غير مسبوقة بلبنان اليوم قبل ما نفتح المزيد من النقاش حول الموضوع خلينا نشوف شو بتقول الأرقام عن الدواء والصيدليات والاحتكار وكان عندنا رقم كشفه دكتور خليفة هلا 15 مليون دولار قليل 15 مليون دولار ندفع منهم بمحلات بعرف الاشخاص يعني ماني غريب بس ما بيعنوا لي كانوا شيء ما بيعنوا لي شيء بيطلع بيدين شيء كلفة الفاتورة الدوائية بلبنان من الأعلى بالعالم والإنفاق على الأدوية بيشكل الحصة الأكبر من مجمل الإنفاق على الصحة اللي يقدر ب 44% من المجموع بحسب تقرير مرصد الأزمة كل دواء خاضع لوكالات حصرية أكثر من 150 سنة من الاحتكار فكارتيل الدواء موجود بلبنان من العام 1867 على سبيل المثال من أصل 44 شركة منضوية بنقابة الصيادلة تحتكر 7 شركات سوق الدواء بلبنان 120 مؤسسة تمتلك وكالات حصرية لاستيراد وتوزيع الدواء لبنان بيستورد بنسبة 81% من احتياجاته الدوائية كثرة الصيدليات والدواء مقطوع
يوجد بلبنان 2614 صيدلية، فبحسب نقابة الصيادلة الأزمة الاقتصادية أجبرت أكثر من 300 صيدلية على الإقفال، مع وجود أكثر من 800 صيدلية أخرى مهددة بالمصير نفسه، علماً أنه 60 إلى 70% من الأدوية غير متوافرة في الصيدليات والشركات ما عم بتسلمها الأدوية. الأدوية المستعصية ما زالت مدعومة ولكنها تخضع لكارتلات الدواء وليست متوفرة. ماذا عن الأدوية المصنعة محلياً؟ معدل أسعار الأدوية المصنعة محلياً أدنى بنسبة 48% من مثيلاتها المستوردة بحسب دراسة أجرتها شركة IQVIA بنيسان 2019. ولكن هل تكفي حاجة السوق؟ طبعاً الأرقام خير معبر عن حجم الأزمة، بس اللي بيعبر أكثر هو كيف بتنعكس هالأرقام على حياة كل واحد منا، خاصة إذا كنا بالمستشفى أو مرضى. برحب بآية غرز الدين، أهلا وسهلا فيك آية. حبت تنضم لنا مباشرة على الهواء، عمرها 16 سنة وهي مصابة باللوكيميا وعم تخضع للعلاج من 3 سنين. آية شكرا لأنك حضرت معنا، خبرينا كيف عم تنعكس هيدي الأزمة عليك. أول شيء كانت بمركز سرطان الأطفال بلبنان، هو عم بأمن لي كل علاجي، عم بأمن لي الدواء، بس بفترة من الأيام صار عندي مشاكل بالقلب، فاضطرينا أنه نبرم بصيدليات لبنان كل ما نلاقي دواء، بس للأسف أنه ما لقينا دواء، فاضطرينا أنه نجيبه. الحل الوحيد يلي عم نلجأ له أنه نجيبه من برات لبنان. من بعد ما جبته مشى الحال الحمد لله، ورجع أمن لي مركز سرطان الأطفال. نعم، واليوم حضورك لعنا، شو أهم فكرة أو رسالة بتحب توجهيها؟ بحب وجه إنه بس إن شاء الله بتوصل صرخة الشعب، يلي هو إنه خلال وجعنا، حتى رغم وجعنا لازم أكتر، بالرغم من وجعنا مش عم نقدر، سوري، مش عم تقدروا تتحملوا؟ صح، يعني نحن شو ذنبنا؟ إن شاء الله بيوصل صوتنا إنه شو ذنبنا نحن رغم وجعنا إنه ما نكون عم نلاقي حبة دواء. نعم، إن شاء الله بتنحل بأسرع وقت لأنه المرض ما بينطر، بس كل شيء تاني ممكن ينطر. على فكرة كيف عرفت عن البرنامج؟ من خلال السوشيال ميديا واليور بيج اون انستا. نعم، يا أهلا وسهلا فيك، هيدي دعوة لكل الأشخاص اللي بحبوا يشتركوا بالبرنامج، فيهم يتواصلوا معنا عبر صفحات مبادرة مناظرة. رح منعود إلى فقرة النقاش بين الشباب والضيوف، والسؤال الأول من أريج. سؤالي إلك دكتور خليفة، في على عهدك تم إقرار قانون الدواء البديل، هذا القانون تم تفريغه من المضمون، هذا القانون هو إنصاف للفقراء اللي كانوا وما زالوا عم بيعانوا بضل أزمة هيدي الدواء، وخصوصي بهيدي الأزمة، لماذا تم تفريغ هذا القانون من المضمون؟ بس حابب أعرف. بعدنا كنا ببداية الحديث، نحن على أيامين قرب بوزنة 2010 تأمين الصحة الإلزامي وأجيز لوزارة الصحة إصداره، رحنا على القانون حطيناه بمادة خارج القانون وتوقف. حكى دكتور سكري شغلات أبرار، بحب أنا أعطي الجو الإيجابي بس بيحكيين هو بيتمني ودكتور على راديو كل شيء. الموضوع الدواء شو ما بتساوي، وخاصة الانطباع السيء الدواء الجينيريك والأدوية اللي نحن وقت اللي سوينا لازم يكون واضح للعالم انه البراند هو الجينيريك، لانه راح حدا بيقول لك البراند شو هو، البراند شو هو الجينيريك، هو الجينيريك اللي البراند تبعه فقط الباتنت تبعه، خلصت براءة الاختراع، بيجي ساعتها بصير اسمه الجينيريك. حطينا وقت عملنا القرار 206 بينزل بصفي 40% بينزل سعره، يعني بعده هو براند بس لانه راح الباتنت صار جينيريك بينزل 40%. هلا اذا بتروحوا الخبصه القايمه بالبلد بتروح لتجيب الجينيريك بتلاقي سعره بيفرق عن البراند الجينيريك شيء ليرة، 1000 ليرة. طيب مثل أنا بيجي بقول لك في عندي سيارة مرسيدس بصنعها بألمانيا، وفي عندي مرسيدس تاني المعمل بالهند، بتقول لي والله بياخد تبعت السوية بالهند أو بلبنان يا خي أحسن من قال عنصرية ضد الدول، بتقول لي قد الفرق، بقول لك الفرق 10 دولارات، بتقول لي شو بدي فيه عاد. ما كمان الجينيريك كمان في له قضيه لاستعماله، بس هذا له اسباب كمان، يعني هذا ضمن عمليه التسعير وعمليه الفوضى اللي صارت اخر الشيء وقت اللي عملنا نحن القانون للجينيريك. لا لك يا بصراحه بيعرف الدكتور عرج،
بتسجل اول الجينيريك لنقول 40%، ثاني الجينيريك بده يتسجل بده يكون ارخص من اللي قبله ب10، ثالث بده يكون ارخص ب3. هيك فيك تعمل رقابي على الادويه، فيك تفحصها انت اذا الهدف منك السعر. طب هيدا ليه ما تنفذ هالموضوع دكتور سكري؟ الموضوع بعدين صارت الامور بيصير في شعبويه امرار بالكلام وكلام محق، يعني اللي عم تحكوه انتم والمستمعين بيجيبوا الواحد ليه مش الجينيريك، الجينيريك بيركضوا ركضوا سجلوا ادويه صار من نفس الدواء في 500 دواء بنفس السعر كليتون اغلى من بعضهم والبعض، لا فيك تعملي مختبر مركزي تعملي عليه رقابي، لا فيك تعمل كنترول. ومن هالسبب سالت بس هيدا الفساد دكتور، بس هيدا جزء من الفساد. لا الشباب شغله وحده، المهم الاهم من هيك وقت نحكي عن الدعم، كيف طار الدعم بالبلد؟ كل واحد معه ورقه وعنده مسجل دواء راح على المصرف المركزي اخذ مصاري عليه بده يستوردون 1500 دولار ب 15000 منين جابون وزتون؟ ما سوقوهم، بس فوتون وزتون ما سوقوهم. دكتور سكرية قبل شوي حسيتك بدك تعلق شيء على حالة آية، وانت سألتك قبل شوي عن حق بالوصول الى الدواء. لا تحية الى الآية، بس تصحيح رقمين، الاستيراد 2% الادوية بعده بلبنان، وفي 3300 صيدلية بلبنان هلا تسكرش 300 موضوع اخر. موضوع بموضوع آية، يعني من نتيجة كل هالأرقام تنعكس على شخص مريض ما عم بيلاقي الدواء. بده يصير يشحد الدواء، واليوم اللبنانيين تحولوا إلى وخاصة أمراض شعب يشحد الدواء، وخاصة أمراض المستعصي السرطان في كتير أدوية بعد مفقودة. شو بتقلن لهالعالم اليوم؟ أزمة إنسانية مرعبة الحقيقة. أنت دايما بتحكي بصوت الناس، شو بتقلن لهالعالم اليوم؟ أنا بقول يعني شو بدي أقول لهم؟ بدي أقول لهم ما بدي احكي شيء هيك مجرد احلام، بدي اقول لهم ان الاوان انه الناس ترفع صوتها وتفصل كل شيء اسمه عواطف والتحاق سياسي وعصبي وغيره وغيره عن كرامتها وصحتها قدس الاقداس. اهم شيء هيدي، ما في بدنا نبلش مكان ما، ما فيني اقول لك هلا والله بدي اجيب دواء، منين بدي اجيبه؟ يا ريت في يسال انا اسئله بعد، بس هذا البرنامج للشباب والصبايا، مين بده يسال؟ فراس تفضل يا فراس. سؤالي لدكتور محمد جواد خليفة، بدي أسألك عن الأدوية السرطان المهربة وأدوية الفاسدة اللي صار سنة 2007-2008، حضرتك كنت وزير بهذا حضرتك طلعت بأحد التلفزيونات اللبنانية قلت أنه أنت رفعت هيدا الملف للقضاء. طبعا. شو صار فيه للملف ومين اللي تعاقب عليه؟ بأي موضوع؟ في موضوع تهريب الدواء، كان في فضيحة البلافيكس بوقتها اللي أقفلنا تقريبا 15 صيدلية وراها، وكان موضوع الدواء مزور بأحد المناطق الدول العربية بالمناطق الحرة بصناعته، تبين من السيريال نمبر يعني مثل موتيرات السيارات أنه عم يصير هالقدي، عم يفوت على البلد، متورطين فيه تجار، متورطين فيه صيادلي، تشكات لبعضهم والبعض، قصة كبيرة كلها وراحت. الموضوع اللي له علاقة ببيروت الحكومي بأحد الأدوية، نحن مؤسسة بيروت الحكومة مؤسسة عامة، وزير الصحة وزير وصاية عليها، فيها مدير عام، فيها هرميتها، موظفينها. اجت عرفنا في اشكال بموضوع معين ما كان له علاقة ببيروت بالتزوير، كان بالتلاعب بغاية الربح المادي. اجا مدير المستشفى فرجيني على القرار، حطيته كليته، تلفنت للتفتيش المركزي ومضيت عليه وقلت له بروح على التفتيش، اللي بيطلع بريء بيتبرى واللي بيطلع واحد بيتحاسب. وبعدين مشيت الامور وتركت الوزارة. هلا اللي الشيء المهم اللي حكاه دكتور سكري، وبالنسبه للصبي دكتور بستغل وجود دكتور عاصم هوني، بعد الدوله قادر تجيب دواء السرطان بالناقص 40% او 50% من سعره. هلا اليوم في مشتريات موحده، وانا عم اقول بدهن، عم يذلوا الناس. هلا اليوم وبقول لمعالي الوزير زميلنا وخينا وحبيبنا ولا الدكتور عاصم، هلا انا بقول لك في بعشر باقتراح بسيط وعلى الهواء، دواء السرطان وكل الأدوية المزمنة بتنجاب ب40%. في شيء اسمه شراء موحد، يعني وقت الوزارة الصحة كانت تتقدم على بيت لتجيب دواء بيعطوك السعر الوكيل مثل ما جايبه، ما في أرباح الصيدلي وأرباح التخزين والتوريع لأنه جوا جاي من برا للدولة. هذا الدواء بس تاخده الوزارة لحتى ما تكسر المصانع أسعارها، بيعطوك 40% بونس عليه أو 30، يعني كل ما تجيب دواء ل 100 مريض لوكيميا بيطلع لك 40% من الادويه ببلاش ل 40 مريض. يعني لو بتجي الدوله هلا الضمان والجيش والدرك والتعاوني وشيبوا له عنا 2000 مريض سرطان ثدي، 1000 مريض لوكيميا، 1000 مريض تصلب لوحي، بنحطهم مع بعضهم وبنعمل اشتراك مشترى موحد
يا خي من الوكلاء وعلى علتها بيعطوك بونس عليهن 40%. يعني فيك الدواء هلا الدولي بقرار صغير فيها تجيب هول الأدوية الاستراتيجية اللي ممكن تقتل البني آدم بالناقص 30 أو 40%، وبقول له للدكتور عاصم لازم يرفعه ويفرضها بمجلس النواب كذا. بس إذا يعني إذا إجراءات صغيرة مثل هيدي بس خليني وسألت النواب بتسويها إذا توفر القرار. لحظة، هذه شغلة كتير مهمة. هلا في شيء اسمه قانون الشراء العام. قانون الشراء العام تقريبا خلص بمجلس النواب، بس المشكلة وين؟ إنه نحن في فترات طويلة ما عملنا موازنة. أنت إذا بدك تشتري من برا وبعرف كم معليك كيف كل المشكلة متعلقة بمشكلة متعلقة. خلينا ناخذ سؤال رح أرجع لكم باخذ من نتالي. في شغلة لازم يعرفوها، عرضت وزير الصحة السويدية من سنين وسنين بعد أحد الوزراء اللي عم يقوله محمد خليفة صح 40% من دولة لدولة صار رفض العرض لأنه بطل في سمسارات وأرباح. خليهم يعرفوا. نتالي تفضلي. يلا خلينا نعطي المجال لشباب. نتالي تفضلي. مساء الخير، انا سؤالي سوري بس دكتور... نتالي لانه قبلك رفعت ايدها بعتذر منك فراس تفضلي. انا سؤالي لدكتور خليفه، انا خسرت انسان عزيز على قلبي بعز شبابه بالسرطان بالفتره يلي كانت منى بعلبكي عم بتتاجر بادويه السرطان يلي كانت بمستشفى بيروت الحكومه. وين محاسبتها وشو صار بملفها؟ وخاصه انه من انا حضرت مقابله لها من 4 سنين كانت عم بتقول انه حضرتك سمحت بدخول هول الادويه، نحن بطلنا نخاف نموت بمرض السرطان. كانش المشكله دخول الادويه، المشكله تبعتها مش ادويه دخول الادويه، المشكله تبعتها كان بتروحي انت على وزاره الصحه بتاخدي علبه دواء فيها 400 ملي جرام بياخذها المواطن وبروح على المستشفى، هي حضرتها بالصيدليه بيجي 5 مرضى بتاخذ الخمس علب بيطلعوا 2000 ملي جرام، ال 2000 ملي جرام بيجي في مرضى بيكون بده المريض 130 40 ما عم تزعبر عم ياخد الدواء مريض، وشو بتساوي؟ بتحل الأدوية بيبقى علبة أو علبتين على جنب بتاخدهم. الدواء اللي فات بوقتها هو الدواء اللي موجود هلأ بالبلد واللي بعده موجود 5-6 سنين. ما كانت مشكلة الدواء كانت المشكلة كانت المشكلة ربح مادي دون الحاق الضرر بالمرضى. يعني عم تيجي تقول انا وهيدي بتصير بس هي هيدي بالمجال الصحي الثقه اهم شيء، يعني مجرد يعني ما تنفقد الثقه خلص شو اللي عم يصير؟ كان فيها توفر هو الادويه اللي بيبقوا تقول انا اعطيتهم لاداره المستشفى، شو كانوا يسووا؟ انتبهوا في اطباء متواطئين بالموضوع، مش انه القصه هيك لحالها، بس هيدي شغلات مثل بتقولي لي انا هلا انه انت وزير بتجيك هالتقرير من مؤسسي. يعني كيف بتعرفي شو وزير صحه بالنسبه لمستشفى بيروت الحكومي بالقانون؟ مثل وزير الاشغال على الطيارجي بالطياره بالميدل ايست، هولي لا مؤسسات مستقله بالقانون اللبناني. بس لما تقول حكمه متواطئين معها شو بتقصد؟ في بيكون لك في بيكون بالوصف بيزيدوا له الدوز تبعت المريض وهن بيعرفوا بدهم اقل، تبين كثير شغلات ما عم اقول لك يعني وكله اخر شيء انتهى مش موجود ملف راح على القضاء وخل وراح. سؤال خلينا اخذ سؤال وبنرجع لك. لما تفضلي. مساء الخير، انا دكتور سؤالي لدكتور عاصم معراجي. ب 22/1/2021 صرح دكتور سكريا بانه الدواء ما عم يتسلم للصيدليات من قبل التجار، عم بتم تهريبه لبرا مقابل انه يقبضوا فرش دولار، وهلق تم تاكيد على هذا الموضوع. هذا الملف ليه ما تم احالته على القضاء؟ هلا بالطبع يعني هذا كلياتنا كنا عم نحكي فيه، كلياتنا كنا عم نصرح عنه انه في دواء، يعني شركات الدواء كان عم ياخذوا يعني دعم 15 دولار 15 او 20 وكان يخبوا الدواء بعض الشركات وبعض المستودعات. نحن شفناها على التلفزيونات كمان انه لما داهمت المستودعات وتحولوا كم واحد على القضاء، بس للاسف دائما اي شيء عم يوصل للقضاء مش عم يوصل لاخواتنا. نحن بنعرف انه كان الدواء يعني المشكله بالقضاء او بالكارتيل السياسي اللي وراء الكارتيل وراء السياسي. نحن كنا عارفين الدواء بتهرب على العراق، كنا عارفين انه الدواء بتهرب على ليبيا، حتى من مطار بيروت طلع دواء راح على الكونغو، يعني راح على الكونغو على كينشاسا، وشفنا عده اصناف موجوده بكينشاسا كان الدواء بتهرب. حتى ادويه السرطان كثير غالي، كان كم واحد يحطوا بجيبه كم علبه ويسافروا يبيعوهم برا لانه هيدي غالي كثير، بيبيعوهم بالدولار. وفي ناس كانوا هربوا على سوريا، يعني كنا نحن أرخص دواء بالمنطقة، شو صاروا يعملوا؟ صاروا نحن كنا نروح على تركيا بالأول نجيب دواء، كان لبنان يروح يتفسح ويجيب دواء من تركيا لأهله.
كيف رايح هاي العمليه؟ نعم؟ اللبنانيين بيجيبوا دواء من تركيا والدواء من لبنان بيروح على الكونغو. يعني قبل الازمه كانوا اللبنانيين يروحوا على تركيا. نعم. يجيبوا الدواء لانه كان ارخص. لا نعم. هلا تحولت خلال الازمه صاروا الدواء يروح من لبنان على. نعم. كل دول المنطقه. دكتور سكرية عندك تعليق تفضل. تعليق على تكرار دكتور خليفي مزبوط، بس تكرار انه وزاره وصايه على مستشفى الحرير الحكومي، بس وزاره الوصايه في كان مديرها هو مفوض الحكومي 20 سنة زار مستشفى الحريري مرة واحدة شرب قهوة فيها. ولك بدي احكي لها بكره مخلص هاي مصيبتي انا، طول بالك علي. انا مطول بالي، بدك الشباب يطول بالي. زارها مرة واحدة فهون ايوه شو صاير شو شغلته لكن طيب هاي واحدة. زعبرة صار في زعبرة كثير، وكان في طبيب مختص سرطان أطفال كان يعطي نص الأبري ويبيع النص بالطواطق مع مرضى، هاي مشان نقيب المرضى، في مرضى كانت وقتها طبعا نقل من محل لمحل هذا كل شيء. يعني الموضوع مرعب بكله بيرجع بصف تغطية سياسية هنا وهناك 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 محل ما بدك، والطائفية وتركيبة النظام. إذا ما توجهوا توجه جديد يفكروا كيف يغيروا جد، لا تحلم بمليون سنة بدولة بلبنان مليون. نعم. مين سؤال الشباب؟ فاطمة تفضلي. سؤالي لدكتور عاصم عراجي. من كم يوم أقر مجلس النواب اقتراح الوكالة الوطنية للأدوية. صحيح. حضرتك ما بتشوف أنه الأولوية لتقروا اقتراحات قوانين أو إجراءات تكتيكية سريعة لتحد وتقينا من الانفجار بدل من اقتراحات يمكن بدها 10 سنين لا تتنفذ؟ لا، ما في عندك أنت أي شيء بدك تعملي، بدك شغلات طويلة المدى. إذا بدك تاخدي طويلة المدى بدي يكون عندك وكالة مثل الوكالات الموجودة ببريطانيا بأوروبا بأمريكا، هي بتنظم. لأنه وزارة الصحة شو لازم تكون؟ وزارة الصحة المفروض تكون تحط السياسات الصحية، المفروض يكون عندك وكالات تانية إلى جانب وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة أحيانا شو وظيفتها؟ هلا أكثر يعني حتى دخول على المستشفيات وزارة الصحة بدها تعملها، بدها تعطي أذونات، الدواء بدها هي لما يكون عندك وكالة، هالوكالة هيدي بتراقب الجودة والفعالية والتسعير، والمختبر المركزي المفروض يراقب الدواء. كله هيدي بالوكالة. هلا اذا بدك شغلات سريعه مثل ما تفضلتي قلتي صحيح. لا. نحن بازمه كثير خطيره هلا اللي هي ازمه الادويه السرطانيه والادويه المستعصيه، حتى الادويه المزمنه كمان هي كمان في جزء كبير منها مفروض نحن حولنا المستحيل. هو شو صار؟ اللي صار انه كان البنك المركزي عم يدعم شركات الدواء بحوالي 120 مليون دولار شهريا، يعني وصلت الفاتوره احيانا بين المليار و200 مليون وبالاخر قفزت على مليار و200 مليون. هلا هو لما وقفوا الدعم على طول الوزير اجوا مصرف لبنان قالوا للدكتور فراس ابيض وزير الصحه قالوا انا معي 35 مليون دولار لك هو انت تصرف فيهم بالادويه المستعصيه والمزمنه والامراض السرطانيه. اجى هو نقل اولويات، طبعا بده ينقل اولويات شو الامراض المستعصيه والامراض السرطانيه، وحط جزء للامراض المزمنه اللي هي دعم. نعم. 25 45. وانت راضي عن هالاولويات؟ انا مش راضي، لا انا مش راضي. انا طلعت خليني كفي معلش، انا طلعت نهارا وقلت لا انا ضد وعلى الوسائل الاعلام، ورحنا لعند دوله الرئيس ثاني يوم اخذت لجنه الصحه النيابيه. طب هذا خطا بتعتبره خطا بالسياسه؟ لا مش خطا، هو مش ذنب الدكتور فراس، ذنب اللي كان الطبقه السياسيه اللي كانت عم تدعم الحكومه السابقه عم تدعم، كانت مليارات اندفعت كلها راح التهريب من المازوت والبنزين. بس كله اخر شيء عم نزته على كله اخر شيء عم نزته للرئاسه. انا لما رحت لعند دوله الرئيس، خليني كفي اسماعيل، انا لما رحت لعند دوله الرئيس مئاتي واخذنا لجنه الصحه قلنا له يا عمي 35 مليون دولار مش كافي، دواء السكري صار حقه 500,000، في ادويه صار حقها 600,000 و700,000، الانسولين كمان نفس الشيء. وهذا رحنا لعند دوله الرئيس قلنا له هذا 35 مليون دولار ما بيكفوا شو اسمه، بدنا منكم 15 مليون دولار زياده. كان الصبح عنده حاكم مصرف لبنان، قال كان عندي الحاكم وما في مصاري. قلت له صحه المواطن اهم من مصرف لبنان واهم من الحكومه واهم من مجلس النواب، بدكم تامنوا 15 مليون دولار. نعم. لا بالاخر قال لي فيش مصاري. يلا رح نرجع، عندنا وقت بعد شوي، خليني مري ريجينا. في دعم 60 دولار لاحد اصناف البن بس ما في للدواء. نعم ريجينا تفضلي. في فساد بس مش قادرين نعمل حل. أنا سؤالي للدكتورة ريما، ليش الممرضات والممرضين غير ممثلين باللجنة المعنية باتخاذ القرار بالنسبة لاستيراد الدواء؟ سؤالي كتير حلو بمحله. نحن بمطالبنا الأخيرة مع وزير الصحة دكتور فراس أبيض
طلبنا أنه نكون ممثلين بمجلس التمريض الأعلى بالوزارة، وهو بصراحة أبدأ استعداد يعني حتى نكون ممثلين، لأنه لازم يكون عنا. كلهم بيعرفوا أنه المرضى بس تشتغل بالمستشفى، بس ما بيعرفوا أنه هي كمان بتتعلم 3 سنين ودراستها هي علمية ومبنية على أبحاث وأسس علمية، يعني هي فيها تعطي دور رأي بالسياسة الصحية وعندها دور قيادي، وهيدا الأشياء الكفاءات بحب ضوي عليها ونقول لازم الأخيرة كمان نستثمرها بالأمكن المناسبة، وخصوصا بالدواء بالسياسة هي الصحية. هي جزء أساسي لازم تكون من السياسة هي العام. جزء أساسي من النظام الصحي، فأنا كمان بعلي بضم صوتي لإلك لحتى تنحط كمان بمكانها المناسب. رح انتقل هالمرة إلى سؤال من الجمهور اللي عم يشاهدنا عبر شاشات التلفزيون أو عبر الإذاعات. خلينا نشوف السؤال من مارلين ريشا سمعان. السؤال لك دكتور خليفة، هل من آلية جيدة اليوم للمستشفيات الخاصة لاستقبال كافة المرضى من دون تفرقة؟ هل ممكن يعني المستشفيات الخاصة، نحن اليوم خليني أقول نحن اليوم في عنا أزمة نظام. الأزمة الموجودة عنا اليوم أزمة مالية، نحن فلسنا، شو ما سوينا ما رح ينحل الوضع، يعني بزنس أز يوجوال ما عاد موجود عنا بلبنان بعده. مثل قال دكتور سكري، نظام رأس مالي متوحش، فلستي جاي بعدك اليوم لحتى لو بدك تأمني دعم بدك تأمنيه وتمشين عبر النظام بس الاقتصاد بس الموجود. المشكلة حل as you must have مش موجود. لا لا لك الحل شو هو، في كلمة بدي مرقها. صحيح في مسؤولين بالفساد وشي، بس في غياب المواطني. أنا وقت كنت وزير صحيح التجار وغيرهم يلعبوا، بس يا ميات المواطنين لهالسبب هذا البرنامج اسمه تاون هول دكتور خليفة. لهالسبب عم نوعي المواطن وعم يتدربوا المواطنين اليوم ليسألوا. بس لك شو المواطني، عملت نظام، عملت نظام إلكتروني سهل كتير سووه بالوزارة، صرت كل شهر نقي دواء. أنا كطبيب بعرف مثلا في دواء كان هيرو لازم أقولها اسمه جروس هرمون للنمو، إنه إذا واحد قصير بيعطون لحتى ينمو. طلعت لقيت فيه كميات مبالغ فيها بالاستهلاك تبعه. اخر الشهر طلبت بعتوا لي اللائحه، كتبت انا الزميل العزيز والحق له اعطيه الوراق اللي هو واصفهم بهالشهر. 60% او 70% من الحكمه وقت ردوا علي بيعرفوا منهم مريض او مريضين، طلعوا مرضى مزورين اختام الاطباء ومزورين روشتاتهم ومزورين تذاكر ومزورين اولاد صغار. شو طلعوا بيسحبوهم من الوزارة وبيعملوا مشاكل ومظاهرات والإعلام بيغطيهم وبسبوا الوزير، وطلعوا آخر شيء بياخدوهم ببيعهم للأندية الرياضية مشان العضلات. هيدي نوع من المواطني. ياما مرضى سرطان تكشفيهم جايبين إخراج إير مصور، جايبين ورقة باثولوجي ريبورت إنه عندهم كانسر هو ما في كانسر، جايبين وقدم لك معاملة. طيب انت شو بعرفك اذا كنت موظفي وواحد جاي باسبور بيتزور، العملة بتتزور. طيب عندك في غياب المواطني صحيح انه في مسؤولين، عندك امل فيه. عندك امل بهالجيل الجديد طبعا من الشباب. وهذا وكيف بتبين المواطني وين؟ بس تروحوا على الانتخابات. الانتخابات هذه جايك انتخابات، ام نوصل قبل الانتخابات؟ نعم جمهور سياسي يفرضوا عليهم يعطوكن الافضل من هون ببلش خليفة الى قبل الانتخابات. رح اجيكم بالاسئله بس ولا بعشوي رح يكون عندكم يعني مجال. يعني وين بدك القصه؟ بدك اثنين. نعم بدك دكتور خليفة قبل الانتخابات. ما فيش واحد يبص لحاله قبل الانتخابات، بدك مسؤول فاسد ومواطن فاسد مقابله ولا رح ارقص لحالي انا هلا بعد الحلقه. وبنوصل الى المحور الثالث والاخير بحاله الليله وعنوانها غرفه الانعاش. لبنان منهار، أو بكلمات حالة الليلة لبنان مش منهار، لبنان مريض وبيحتاج لأطباء مختصين ولا غرفة إنعاش. منسمع أراء واقتراحات وحلول من المشتركين الشباب اللي معنا، ولكن قبل بعرفكن على باسكال صومة من مبادرة دوا اللي بتسعى لمساعدة المحتاجين للدواء، لأنه المرض ما في ينطر حلول الدولة وما في ينطر الانتخابات. تقرير. مبادرة دوا هي بلشت هيك من فكرة طرقت عبالي بظل كل الظروف والقطاع الدوا ومعاناة المرضى. مبادرة بسيطة بتقوم على انه الناس اللي كان عندها حدا مريض او كانوا مريضين ودجا عندهم دوا بالبيوت ما بقى حدا عم يستعمله،
ففكرت انه هيدا الدواء في ناس بمطرح تاني بحاجة له، وبلشنا يعني هيك بعملنا صفحة على فيسبوك وجروب واتساب، وتفاعل الناس كان عن جد كتير حلو. كتير حسيت قد ايه الناس بدهم يساعدوا بعضهم، وانا هيك بدعي اي شخص بحس انه قادر يساعد ناس بالدواء او باي شيء يعني بوضعهم الصحي، انه يكون عم يتواصل معنا او مع اي مبادره او جمعيه لحتى نكون هيك شوي عم نتساعد مع بعض، عم نساعد المرضى، لانه بالفعل بالفعل وجع كثير كبير. لبنان اليوم بعده صامت بسبب هالنوع من المبادرات الأهلية اللي عم بتعبي فراغ كبير نتيجة غياب الدولة، بس طبعا هالنوع من المبادرات ما عندها عصا سحرية لتقدم كل الحلول. شو الحلول الممكنة اللي فكروا فيها الشباب المشاركين بهيدي الحلقة؟ بنبدأ مع تابيتا ملعب. تفضلي تابيتا. بس قول بعلبك الهرمل يعني غياب الدولة، يعني تعتيم إعلامي، يعني قضاء مهمش، يعني بدي دور ساعة على أدويتي وما رح لقيها. ليش أنا كبنت بعلبك الهرمل بدي أنزل على بيروت كرمال لقي الاستشفاء الأحسن لصحتي؟ ليش صحتي منا أولوية عند الدولة؟ اليوم نحن بحاجة لاعتماد نظام اللامركزية الصحية كرمال كل لبناني يقدر يهتم بصحته أيمت ما بده وين ما بده وقد ما بده. نحن بحاجة إلى تفعيل دور التغطية الصحية الشاملة لتشمل كل اللبنانيين، الموظف والمش موظف كمان. نحن بحاجة إلى إحياء المستشفيات الحكومية والمستوصفات بقرى الأطراف، لأنه قرى الأطراف هن جزء من لبنان، ولأنه سكان الأطراف هن لبنانيين كمان. نحن بحاجة اليوم لإعادة الثقة بالقطاع الصحي الطبي التمريضي والاستشفائي. نحن بحاجة لإعادة أيام السياحة الاستشفائية لنوقف على إجرينا من أول وجديد. نحن بحاجة نشعر أنه نحن مواطنين لبنانيين عنا حقوقنا مثل ما عنا واجباتنا، مسلمين ومسيحيين من أجل لبنان العظيم. لكل داء دواء يستطب به، أما اللامركزية الصحية فأعيت من يداويها. شكرا تابيتا. اللي حكيت عن لامركزية أو مركزية الاستشفاء بلبنان، مننتقل إلى سمير غفري. سمير عم يدرس طب سنة سادسة ورح يحكي عن توحيد لوائح الأدوية وإنشاء مكتب الدواء. تفضل حكي. مش كل الحلول بدها مصاري، وعزر الدولة بميزانيتها الضئيلة بيسقط اليوم قدام حلين رح اقترحهم. كون تلميذ طب بلا معلمية أكيد رح ترجع للمواطن حقه بالاستشفاء والحصول على الدواء. أولاً، توحيد لائحة الأدوية من قبل الدولة وإلزامها للمستوردين يلي صارلن سنين محتكرين هيدا القطاع الإنساني. يا جماعة، شي مرة سألنا حالنا ليش 80% من الأدوية بلبنان براند، يعني أصيل، يعني الغالي، وبس 20% منهم جينيريك، يعني البديل، يعني الأرخص؟ بينما بالدول الغربية مصنعين للأدوية البراند الأرقام العكس تماماً. لما الدولة عموماً ووزارة الصحة خصوصاً بتحدد أي نوع دواء أنسب لجيبة المواطن أكيد فعال لصحته، بتكون عم بتقلص من صلاحية المستورد وعم تمنعه يمضي على أي صفقة ليعبي فيها جيبته غير مكترس بصحة المواطن. 2، شي مرة سألنا حالنا ليش نحن اللبنانية عم نشتري نفس الدواء من نفس المصدر بتركيا أرخص من لبنان؟ إنشاء مكتب الدواء للاستيراد شغلته كتير بسيطة، بحقق وبدقق بشهادة المنشأ يلي جبنا منه الدواء منعاً لأي احتيال أكان من قبل المستورد أو من قبل التاجر الأجنبي أو ما يدور بينهما. حلان لا ثالث لهما، ما بيتطلبوا من الدولة ولا أي ليرة، إنما بالعكس بيصبوا لمصلحة خزينة الدولة ولمصلحة كل مواطن فينا. شكراً. شكراً لك.
لبنان تاون هول مستمر، وإذا الصناعة المحلية هي الحل، الخطاب ما قبل الأخير من أريج الكوكاش رح يحكي عن ليش الصناعة بلبنان صناعة الأدوية مش مفعلة مثل ما لازم. تفضل أريش. مساء الخير. أنت ضمان، أنت وزارة، أنت تعاونية. معقول ببلد مثل لبنان عنا هالقد مؤسسات ضامنة؟ صار الوقت إنه نوحدهم بتوحيد المؤسسات الصحية الضامنة بمؤسسة وحدة للمدنيين. هيك مواطن بيريح راسه لأن صار عم يتلقى الرعاية الصحية اللازمة مثله مثل جاره، وبتخف التكلفة على خزينة الدولة، وهيك المواطن بياخد أفضل وأسرع خدمة صحية شاملة بدون أي عودة إلى المحاسبة إلى أي عودة إلى المحسوبيات والسمسرات والاستنسابية. معقول نحكي عن الحلول وما نذكر أنه لبنان من الدول اللي بيستورد 81% من الأدوية وبيصنع 19% فقط محلياً. نحن قادرين نخلي هيدي الأرقام تكون بالعكس ونصير نصنع 81%. عم تسألوني كيف؟ من خلال حث الدولة على صناعة الدواء محلياً ودعمها لمصانع الأدوية الموجودة عنا بلبنان، وإعادة تفعيل دور المختبرات المركزية اللي بحسب كتير من الخبرات هيدي المختبرات قادرة أنه تصنع 50% من الدواء، وهيك نستفيد من الخبرات الموجودة والكفاءات اللي عنا يلي عم بتهاجر لتلاقي فرص عمل بالخارج أو قاعدة بلبنان وعاطلة عن العمل. هيك منوصل لهيدي الأرقام بسرعة وبسهولة، وهودي الأشخاص ما بقى بيهاجروا، وبتقل الكلفة على الدواء وبترخص الدواء، ومنصير نقل من هجرة هودي الكفاءات، ويمكن يوم من الأيام نصير مصدرين للدواء. مين بيعرف؟ هودي بعض الحلول اللي اقترحتهم. نتمنى تجاوب، نتمنى تبلشوا فيهم. بعطيك خمسة 99 ثانية لك. شكرا، رح لحقتها على آخر نفس. اسمعنا شباب مشتركين، هلا رح نسمع حسب فورمات البرنامج تعليقكم. دكتور خليفة رح بلش من عندك. طب انت حكيت عن مركزية ولا مركزية الاستشفاء بلبنان؟ الاستشفاء بلبنان أخذ دور كبير باللامركزية تدريجيا. بتذكر وقت كنت تلميذ بالجامعة عم نتمرن جراحة، كان إذا شخص بده جهاز تنفس ما يعودوا كفولوا عمليته بالمناطق يجيبوه على بيروت. فجأة صارت صيدا عاصمة طبية، شمال عاصمة طبية، وبلش الانتشار وبلشت التقنيات. بس مش الهرمل. اوكي، الهرمل والمناطق الاخرى في عنا مشكله. نحن بلبنان لنكون واضحين، ما عنا مشكله بالصحه بلبنان بمحافظتين بمنطقتين، لحتى ما نعمم الكل. اذا واحد راح بده يشتغل ما يقول. التغطيه الصحيه بلبنان تقريبا شامله ب 80% من عدا بالهرمل، بعلبك، قسم من عكار، وبعض كرة الجبل. شو السبب؟ السبب نوعيه الاقتصاد، والناس هونيك غير موظفين بان موجودين بالدولة، بيعتبروهن الأطراف اللي ما عندها العالم كتير اهتمامات سياسية أو غير ذلك بالتنمية فيهم. مع أنه الجيش كله من هالأطراف. هيدي إذا بتاخد الطبابات اليوم، أنا قبل ما يجي كان عندي الأرقام وعم أطلع عليهم، وخاصة وقت كنت أدرس الموضوع التغطية الصحية. إذا أخذت اليوم أنت لبنان، جبل لبنان وبيروت بيعيش فيه 1,900,000 بني آدم، 56% من سكان لبنان. المؤشرات الصحية تبعهم إن كان بالولادة والوفيات عند الأمهات والتلقيح مثل أي دولة بأوروبا وأحسن. بتطلع في عندك تقريبا جنوب والنبطية 600,000 700,000، الشمال 300,000. في عندك هول مناطق منطقتين أو ثلاثة بقر هن اللي بينزلوا الأفرج كلياته، إن كان بالوفيات عند الأمهات، بالصحة، بتوفر الطباب الصحي لقالوا. مناطق فقيرة هول نفس المناطق بتصنيف وزارة الشؤون هن اللي مناطق تحت خط الفقر المدقع. شو الحل دكتور خليفة بهذا الموضوع؟ الحل اليوم وقت بدك تنقل الشغلة بدك تصوب على الهدف، بدك تصوب على هون الناس وتدعمهم. هلا بتقلي شو سويت انت مثلا بمسؤوليتي؟ افتتحت المستشفيتين اللي كانوا بيعرف دكتور سكري مسكرين على قد حالهم، تم افتتاحهم محاصصة غير محاصصة، بس المهم يبلشوا. اجا وزراء من المنطقة كمان من فوق، سعادته من فوق. هيدي مناطق بدها الدولة تستثمر فيها، القطاع الخاص ما بيستثمر فيها. وين صارت المستشفيات بلبنان قوية؟ محلات القطاع الخاص.
لأخدك على موضوع الدواء اللي بيشبه المستشفيات اللي هلك الدنيا آخر شيء النظام المصرفي. وقت اللي يجي عمل لك فوائد 15%، مين عاد بده يستثمر؟ لا حد عاد بده يعمل مصانع دواء، لا عاد حدا بده يستثمر بالمستشفيات، لا عاد حدا بده يستثمر بالزراعة بالصناعة. هاي المناطق كلها ميتت لأنه ما فيها دورة اقتصادية. بموضوع الدواء، بموضوع الاستثمار بالدواء دكتور سكرية، الاستثمار بالدواء، نعم الاستثمار بصناعة الأدوية، صناعة الأدوية الوطنية، نعم. هلا شيء طبيعي، خليني بلش بالعكس بالأول. لحد هلا طالما سلطة القرار الأقوى هي بإيد مافيا الدواء، ممنوع يصير في تشجيع للصناعة الوطنية، ممنوع يصير في لائحة أساس للدواء تعتمد مؤسسات الدم، ممنوع يصير في مختبر مركزي، ممنوع يصير في مكتب وطني للدواء، كل ممنوع تخفيض الأسعار إلى آخره إلى آخره. نرجع للجواب، طبعا أكيد مطلوب، وياما كلنا علينا صوتنا تشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع الجنريك، أوروبا 80% أمريكا 90% سواء جنريك إلى آخره، بس هذا بده قرار سياسي وطني كبير غير متوافر لحد هلأ، غير متوافر نظريا كلنا متفقين على الكلام أكيد، بس عشرت بدك مختبر يراقب إنتاجك الوطني وغير الوطني، لأنه ما بيهمني وسع وقول عم طلع 70% 80% ويطلع لي ايديو مش فاعلي، بتكون هيدي اهانه للدواء الوطني. نعم بدي دواء، وبدك تكسر الاحتكار، هذا قانون 1967 34 كسره وافتح شرق وغرب. كيف ممكن ينكسر بالمجلس النواب؟ هذا مجلس النواب غائب غير غائب عن ملف الدواء. لا بالعكس، الأكثر الناس اللي اشتغلت على قصة الدواء هي بما أنه دكتور عراجي عم نحكي هلأ عن حلول، وصلنا لفقرة الحلول، لا مشكلة توحيد لوائح الأدوية وإنشاء مكتب الدواء. أنا بس بدي أعلق على لا مركزية الاستشفاء. أنا لما طلعت على بقاع من 28 سنة، نحن كان عنا بالبقاع لا اسم تمييل فيه، لكن غسيل كلى فيه. هلأ عنا بالبقاع قلب مفتوح، عنا انفلاش صار، يمكن بيعرف انفلاش عم بقول لك بس قلب مفتوح. لا ما كل شيء، لا بزحلي كل شيء فيه، لا ما اعرف بزحلي بكل شيء فيه. ولك ما فهمت شو قصدك، عندك قلب مفتوح، عندك انفلاش، عندك انفلاش بالقطاع الصحي، عندك رنين مغناطيسي بعدد صغير فوق العشرة، بس كله بزحلي. هذا انفلاش، هذا لا مش بزحلي بس، هاي بقى زحلي، عم نقول قضاء زحلي، انا بقول زحلي قضاء زحلي. في انفلاش بالقطاع الصحي بشكل كتير كبير، بالمختبرات، بالأشعة، حتى بالمستشفيات. يعني نحن عنا صار مستشفيات لوجود مستثمرين أو لوجود مصالح سياسية؟ لا، كان هودي ناس عم يستثمروا أموالهم قبل ما توقع الأزمة، في ناس كان معها مصاري عملت استثمارات بالمستشفيات. بخصوص موضوع توحيد لوائح الأدوية ومكتب الدواء اليوم، مكتب الدواء في مكتب الدواء تفعيل مكتب الدواء، تفعيل اوكي، تفعيل لحقنا على الكلمه دكتور عراجي، تفعيل مكتب الدواء. بس دكتور اسماعيل قال بدنا انشاء او مكتوب الانشاء مكتب الدواء، تفعيل مكتب الدواء. تعيينا انا وياك بالمجلس، شو بك؟ نعم مش بسببنا نحن طبعا، لانه فتره من فترات شغلنا سوا بالاوانيه بطلتوا بعدين. بالنسبه لقصه لائحه الدواء، لائحه الدواء مكتب الوطني موجود بده تفعيل. طب لماذا لا يفعل؟ يعني ما هو الحل تفعيل، بدك قرار سياسي لتفعيل. نرجع للقرار السياسي طبعا يا استاذ زفير، صدقني مثل ما كنا عم نحكي هلا. طب ليه ما في قرار سياسي؟ ليه ما في قرار سياسي؟ لانه في زبائنيه بالنص، في ناس مستفيدين، شو بدنا نضحك على بعضنا؟ هاي نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للائحه الدواء، نحن طب الشباب مش قادر اضبطهم، انتم اهين علي اضبطكم. مين؟ رينا، رينا تفضلي. بيتم اقتراح قانون ادخال الصحة النفسية بصناديق الجهات الضامنة، وكمان شو الآلية المعقول تطرحوها؟ الجهات الضامنة الصحة النفسية فيها عم تاخد حيز وتطورت كتير، لدرجة بوقتها وقت اللي كنا موجودين وهلأ والوزارة اللي بعدنا وشي ادخلت أدويتها وعلاجاتها جزء من الوزارة بتطور فيها. عندك المشكلة اللي موجودة عنا ياها بلبنان، في يعني نحكي نيجي نقول ان احنا عنا تغطية شاملة متماسكة بالمعنى المضبوط، لانه اي تغطية صحية بدها تكون جزء من دولة يعتمد على نظام ضريبي. تاني شيء، وزارة الصحة والمكتب الدواء هول ما شغلتن لا طب ولا امور، هول ريجوليترز. انا وقت اللي اقترحنا موضوع التأمين الصحي، اول شغلة اقترحت مؤسسة استشفائية مستقلة، وزير الصحة والوزارة شو خصهم؟
شو خاصهم بالطب وبالدواء وكيف يستوردوا دواء؟ لشو شغلتهم؟ يمكن يجي مره وزير صحه منه حكيم، بس ما شو العلاقه بالموضوع؟ هولي ريجوليترز، هولي بيشرعوا. انا قعدت ببريطانيا 10 سنين، ما عرفت وزاره الصحه وباهم جامعات وبروفيسور واللي بدك اياه، ما عرفت وزاره الصحه وين هي الا صرت وصرت وزير صحه. ما لك شغل مع وزاره الصحه، لا المستشفيات ولا يعني الحكام ولا غيره. في الكليات تبع التمريض بيجي وزير الصحه او الدوله بدها تاخذ قرار. خلينا نوصل للحل بهذا الموضوع. هولي الحل قال لك شو؟ هذا الحل بصراحه، لانه انت هذا البرنامج عامله لمرحله، لا لك المشكله لتعرف وين الحل. هيدي مثل الواحد واقف عنكبوت، شو ما كمش خيطان ونفوذ له كمشهم، خليني كمشهم. ما في مركزيات، ما في تطوير للامور، كل لانه كل مركز بالبلد هو يدخل بتوازن طائفي وبتوازن سياسي. يعني اليوم بدك تساوي هيدا النقابي، يعني شو المنظومه اليوم بدي لك دايره، بس لك مين داير المؤسسات؟ اعطيك مثلا عن بريطانيا، كلية الملكية للجراحين، الكلية الملكية. رح ارجع لك بما انه وصلت للكلية الملكية. ناتالي، وين ناتالي؟ تفضلي. اوكي، انا سؤالي لدكتورة ريما، نحن بنعرف انه تعب الممرضين والممرضات بتعب المستشفى، وكثير منهم عم بيهاجروا، فشو خطة النقابة لتحافظ عليهم انهم يبقوا بلبنان؟ مشان هيك الخطة رح نعرضها بكرة بوقفتنا المطلبية، اللي هي بتتضمن عدة مطالب وكذا، ومش أول مرة بتقوم فيها النقابة. يعني النقابة من وقتها ما خلقت 2002 وتوارد كل الوقت عم تطالب بذات المطالب، بس هالمرة رح نرجع نطالبهم لأنه ما فينا نسكت. عم يعاني القطاع التمريضي معاناة كبيرة. أولا نحن مطالبنا أنه رفع الأجور، يعني مش معقول اليوم صار الدولار 27,000 معاش للمرضى $50، يعني وأقل كمان ببعض المناطق اللي حضرتك حكيت عنهم، مناطق العكار والهرمل وبعلبك يعني والشمال. كمان هيدا المعاش ما بكفيها، لا بكفيها لحتى تدفع بدل النقل، ولا بكفيها كمان تقوم بواجباتها تجاه عائلاتها. كمان هي بعائلتها عندها اولاد، فاوقات كثير هالممرض او الممرضة اللي متزوجه عم تسافر كرمال حتى تامن علم لاولادها. فمشان هيك نحن عم نعلي الصوت لحتى هالمستشفيات تعطيهم حوافز مدرسيه وجامعيه، وكمان تعطيهم حوافز للاقسام المطرح ما بيشتغلوا باقسام الكورونا. مثل ما بتعرفوا اليوم والتطعيم الممرض هو عنده دور كثير كبير بهالاقسام، انه كمان ينعطى زياده حقه والعنايه الفائقه، وكمان خفض ساعات العمل. يعني لليوم المرضى عم يشتغلوا 42 ساعة بالأسبوع، اللي هي كتير عالميا 35 ساعة، فلازم كمان نحافظ على صحتها النفسية والعقلية، لازم نخفف ضغط العمل. وكمان أنا بلحظ مش بس المرضى اللي بيشتغلوا بالمستشفى، المرضى اللي بيشتغلوا بالرعاية الصحية الأولية، والمرضى اللي بيشتغلوا بالمدارس، هودي حقهم ضايع، ونحن عم نعلي الصوت تنرجع نعطيهم دورهم الأساسي، لأنه منعرف بيلعبوا دور أساسي بالوقاية. عم نحكي كنا عن اللامركزية، مش بس نحن سيستمنا نظامنا الصحي هو علاجي، نحن من وراء الوباء لازم نضوي مزبوط على الوقاية، الصحة المجتمعية، وهون كمان منعلي الصوت حتى دورهم بهيدا القطاعات يكون مزبوط موثق، معاشاتهم محترمة، في عندهم حوافز وضغط العمل، وكمان حمايتهم من العنف. بدي ضوي على شغلة كتير مهمة، العنف اللي عم يتعرضوا له الممرضين الممرضين عم نحس فيها. نحن طلعنا قانون هلا طلع بمجلس النواب لحمايه القطاع الممرضين والممرضات والاطباء. عم شوف من سمير، تفضل. سؤالي لدكتور عاصم عراجي كمان هو رد على خطابي، انا بدي ارجع اساله كمان. انت اليوم رفضت تسمي مين عم بيرفض اعاده تفعيل المكتب، وكمان من فتره باذاعه تلفزيونيه رفضت تسمي اسماء محتكرين الادويه المدعومه، بس انا اليوم وكل الشباب يلي عم يسمعونا وعم بيحضرونا على التلفزيون من حقنا نعرف هول الاسماء بحسب قانون حق الوصول الى المعلومات، كمان نعرف نحسبهم على طريقتنا. يعني تفوت على الويب سايت وبتعرف مين عم بيستورد الدواء، كليتهم على بعضهم كانوا 40 واحد بتهيألي بيستوردوا. بس يعني مش حزورة يعني من نتيجة كمان لا معروفين بس يعني معروفين، بس لازم حدا يدل، لازم حدا يحاسب. بالطبع المفروض شو بدي اقول لك شغله استاذ زبان، كسبوا مثل ما قال كسبوا مليارات خلال هالسنوات الطويله. لما وقعت الأزمة هاني شوف قديش عنا
شو اسمه الحس الوطني، وهذا انا قلت له نيابه لجنه الصحه لما وقت الازمه بطلوا يجيبوا دواء بحجه شو قالوا مع مصرف لبنان، قال 300 مليون مدري 350 مليون دولار انه بدنا من مصرف لبنان يدفع مصريات الله لنجيب دواء. يعني هيدي كل هالارباح اللي ربحوها، بس انت بعدك متكل على هالاشخاص يجيبوا لك الدواء اليوم. لا مين هو متكل على القوانين كمان متكل على قوانين، مش متكل على الشركات الدواء. طبعا خليني خلي ليك ليك مين مين جريس تفضل. حكيم جريس انا بدي اسال سؤال للدكتور سكرية، بس كمان بما انه الدكتور خليفة فتح موضوع الانتخابات بدي اسال الدكتور سكرية لتساعدنا وتساعد كلنا عم بيسمعونا من الراي العام، مين اللي عرقل قانون الوصول للحق للدواء؟ مين هالجهات اللي بنقول على طول في جهات سياسيه عم تعرق الاصلاحات بالبلد؟ خلينا نعرف كلنا والراي العام، يعني بما انه قانون الحلقه هالقد صريحه عم تكون. انا ما قلته بالاعلام علنا، في هناك بلبنان سميتها مافيا دواء، حلف سياسي اداري يعني من قلب الوزاره واللي صدق والفساد ناخرها نخر، وتجاري تجار دواء وخاصه في 10 هني 90% من سوق الدواء. هذا حلف هو القرار لازال بايده، لذلك كل الاقتراحات اللي عم نقولها نحن هلا وهي صحيحه، تشجيع وطني ومكتب وطني وكله كله ومختبر بدك اياه، كيف بده يتنقوا قوانين؟ لبنان اغلى بلد بالعالم بالقوانين، شو تطبق منها؟ ما بيطبق شيء، العبره بالتطبيق. لذلك صدقني انا والله ما بعرف احكي انه كلام تقني فني، احتراما لهالوجوه الحلوه والشباب والجيل الجديد، ما قدامكم غير تبلشوا من هلا، ومثل ما مبلشين هي الحلقه هدفها هيك، انا هيك فهمت منيح. وانا جبت هدايه الكتابين للبرنامج لانه هو الكتابين وكل هالنضال 25 سنه هو هدفه استنهاض وعي مواطن، ثقافه مواطني وتحريض الناس خاصه الجيل الجديد انه يعي حقوقه، خليني بالصحه عم بحكي، بس يحميها ويدافع عنها مساءله ومحاسبه دون مسايره دون خجل دون مراعاه قريب بمنطقتي بالسياسي طايفتي غيره. نعم. غيره، والا مستحيل توصل لمحل ولا تحلم غير هيك. نعم. مين بدنا نعطي المجال لمين؟ فراس تفضل. بدي اتوجه بسؤالي لدكتور اسماعيل سكرية، بس قبل بدي اعقب على شغله انه حضرتك ما جاوبتني على سؤالي. خليني اتوجه بسؤال قبل. نعم. دكتور انت كنت مرتين بالنيابة، اولا اول مرة ب 1996 لسنة 2000، المرة الثانية من 2005 لسنة 2009. طيب انت شو حققت من جدولك من برنامجك الانتخابي؟ صحيح، انا بكل تواضع وفخر فيني اقول والدنيا بتعرف وبيعرفوا تاريخ لبنان النائب الوحيد اللي مشي عكس السير الواقع. انا كل اللي عم تحكي فيه هلا انا من وقتها بلشت احذر فيه وموجود من ايام عاصم عراجي، وعملت اقصى شيء ممكن يعمله النائب سؤال نيابي واستجواب حكومي، 53 سؤال نيابي، انا عامل تفاصيل صحيه ودوائيه قد ما بدك وتمدد للاستشفاء والغذاء واللحوم وصفقات واللحم البقر الهندي المذبوح بعد موته 100,000 ضربه سخنه وتلوث حوض ليطاني وسرطان وما خل، كله 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 هذا كتب مكرس بكتب. هاي وحده. ثانيا مؤتمرات صحفي حولت عن النيابه الماليه شغلات، وهيدي سببت قصه كبيره، هاي تحويل عن النيابه الماليه طلعني من نيابه الألفين، قصة كبيرة هيدي اتركها على جنب. نعم. وبالتالي ولقاءات جامعات وبأعماركم عملت كثير، اندعيت على جامعات ولقاءات شعبية وكله لحتى استنهض ونحكي هذا الكلام اللي عم نحكيه هلا. وأنا من أول ما بدأت من أيار ال 97 بالبرلمان وأنا بحذر إذا نظامنا الصحي ضل ماشي بهالوتيرة الاستهلاكية دون أي رقابة وممسوك بالبراثن والمخالب السياسية والطائفية، نحن رايحين نحو الانهيار والتأزم. الانهيار بلش من 10-20 سنة مش مع الكورونا والهذا، واليوم الحل مثل ما عم بيقولوا، يعني إذا اتفقتوا على شيء كلكم إنه الحل هو حل المشكل السياسي بشكل عام. وقالكم دكتور خليفة بالانتخابات. مين عنده سؤال بعد؟ مين؟ تفضل. بس بخصوص موضوع توحيد المؤسسات الصحية الضامنة، هيدا أنت ممكن نشوفه، وبعد شغلة هيدي كثير بتخفف من الهدر، فبتمنى نحن دكتور عراجي توحيد ضامنة. المؤسسات الضامنة صار في عدة محاولات لتوحيد الصناديق الضامنة. نعم. وبالزمان تألفت لجنة وزارية برئاسة الدكتور ميشيل موسى،
يعني هيدي النبذة التاريخية. اليوم هل فيها تكون هي هو الحل الوحيد لإنقاذ القطاع الصحي ولمنع الهدر والمزاريب اللي عم بتصير بالقطاع الصحي؟ هو توحيد السنوات. هل مجلس النواب اليوم قادر على توحيد هالمؤسسات؟ أنا أقول لك لا، نكون صريح معك، لأنه كل طرف سياسي عنده شو اسمه. ما بيتوحد زبان. لا يمكن توحيدهم. تنسيق بس إذا هو الحل الوحيد. لا لك شو الحل تنسيق مش الحل. بلشنا بأرضية مشتركة بوقتها، وقت وحدنا كتاب الرموز الطبية، قاعدة المعلومات، تبادل المعلومات، كل شيء بدك تعمل انترم مرحلي. اول شغله بدك تيجي تسوي شو القواسم المشتركه؟ عندنا خصوصيه القوى العسكريه، ملفات الطبيه، غيرون الدولي، الامتيازات، في شيء اسمه بلبنان حقوق مكتسبه، يعني اذا انت كنت موظف بالدولي وعم تفوت بغرفه لحالك مش رح تيجي تتدخل. حل يعني بدنا حل على الارض. الحل العملي بيمشي بالانترم، بالتحول بالامور هذه، يعني بتيجي بتعمل لهم بورد مشترك، وهذا وقته ان يجتمعوا هلا كلهم كخطوه. يعني نحن هلا اختلفنا على الكلمه توحيد او تنسيق. لا بدنا نكون هذا هي المشكله. لا مش توحيد او تنسيق مش هي المشكله. خليني اقول لك شو التنسيق. عندنا خصوصيتهم، اذا تيجي توحدهم بدك ورشه قانونيه شي 3000 قانون، بدهم شي 10000 جلسه مجلس نواب. طيب لا توحيد مش الحال ولا تنسيق. لا خلينا نحكي على شغلات. بريطانيا لا لك شغله وحده. بريطانيا عندهم ناشونال هيلث سيرفيس، عندهم مؤسسه بس هيدي لك. لك اذا جاي تعمر بنايه اهون بكثير ما تصلح بنايه مكسره. عندك سيستم قائم، مديرات عامين لهير الطائفي لهي الشغله. انا دائما بس اوصل لمشكل عندي مريض. مجلس النواب ما مش قادر يعمل. زبين خليني اقول لك. هو قدم البطاقه الصحيه. ليك زبين اقول لك، هذه فيها توحيد. كان شو التوحيد؟ الهدف من التوحيد انه كلنا نقعد بنفس الغرفه. مين عرقل البطاقه الصحيه؟ لا لك شو الاليه. لا لك الاليه تبعتها، بس لان سال سؤال مهم ولازم يكون واضح للناس. فيك تجي هلا شو انت اليوم قاعده المعلومات صارت مشتركه، الاسعار مشتركه، بتجي بتعمل شراء موحد للادويه خلص اتوحدت. تاني اسمه التوحيد. شو التوحيد بدنا يدو؟ يعني انه مع بعضهم بنفس الغرفة وما بتعود توظيف. تاني شغلة اهم شيء بهالقصص، تروح على النظام الالكتروني. التهرب من النظام الالكتروني نحن لا توحيد، هو مصدر الفساد. لا توحيد، هو مصدر الفساد. لا يعني لا توحيد زبط ولا تنسيق فساد. ما بعرف النظام. رح انتقل، خلينا انتقل الى السوشيال. شغلي اعرفوها كلمة صغيرة. لانه قال النظام الالكتروني وانتقل الى السوشيال. 1989 رح نرجع لك دكتور سكري. رح انتقل الى اسئلة المشاهدين عبر السوشيال ميديا، وخلينا نشوف السؤال من مين جايبنا. مارلين بطرس رعد، حضرة الدكتور سكري، ما هي الرؤية الواقعية لإنقاذ قطاع الصحة اليوم في ظل الأزمة، وهل من حلول قريبة الأمد؟ يبدو هذا السؤال جاي قبل سؤالنا عن الحلول، بس طالما يعني في هنالك من ينتظر الحلول، رح اخذ سؤال مارلين. خطوة لقدام، لا مجلس النواب قادر، لا التوحيد قادر، لا التنسيق قادر، صحيح، لا الانتخابات يعني معروف اذا رح تصير او لا. لو غيرت مش معناها دغري حتى هلا موضوع. نعم. اخر شو بدي. نعم. يعني هو حتى ما حلول قريبه الامد، حلول قريبة بكره الأمد. صح، حتى ما ضل احكي انا بالعمق وتغيير النظام والسياسي. نعم. كمان بكره شو الحل؟ بكره شو الحل؟ الحل انا لو بموقع مسؤول، انا ماني بموقع، انا لاني رئيس لجنه صحيه ولاني وزير سابق ولاني وزير حالي. الحل فيناش حالي. الحل حل الحل الحل بيتطلب امام هالمآسي وهالكوابيس والرعب للناس. خليني مثلا خد قصة الدواء. انا بعرف هاللغز اللي بالمصرف شو هو، بقول بدي تغطيه لسنه لادويه مدعومه لسنه، وبقدر لاقي لها 100 طريقه. واذا ما في مصاري بن وسومون في ماء وويسكي وما بعرف. لحظه 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 لحظه، في كثير بواب بعد مدعومه غيره هدية، وبامنها بكسر، بعدل مجلس النواب هالقانون، بكسر الاحتكار، بفتح المنافسه وباب المنافسه والاستيراد لخطه سنه، بفعل معها المختبر المركزي وبستعين بالمختبرات الجامعيه لبين، لانه موجود الجامعات وعندها مختبراتها في هذا الان السريع. تفضلوا خلقوا لي في مصاري، حطوا في صحة الناس، لا في مصاري. لغز لغز حاكم مصرف لبنان. نعم. ما حدا عم يقدر يعرفه ممكن. صحيح. لغز هذا ما حدا عم يقدر. نعم. يعرفه. رح اخذ اخر سؤال من الشباب. مين عنده سؤال؟ لما
بس لما سألتك السؤال كرمال تصريح دكتور سكرية قلت لي إنه نحن منعرف بس إنه عم يتحولوا على القضاء وما عم نحاسب. لا دكتور عراجي سؤال. يس لدكتور عراجي. لما نحن أنتوا ما عم تقدروا تأمنوا لنا الحماية والقضاء ما عم يقدر يحاسب، نحن لوين لازم نلجأ بهذه الحالة؟ مين بده يدافع عنا بهذا الموضوع؟ ما هون عم تشجعوا العالم للزبائنية دكتور عراجي. السؤال كتير مهم. لما تاخد ونعرف مين كان مخزن الدواء ومين عم يهرب الدواء. ومعروف لما واحد يروح من المطار على كينشاسا ويروح على ساحل العاج وعلى إربيل وعلى شو اسمه معروفين يعني، يعني بالنهاية الأجهزة الأمنية هي مفروض تلقط كل الناس، مش تبقى استنسابية نلقط واحد بس هل سني يعني نلقط واحد سني ونلقط واحد شيعي ونلقط واحد مسيح وبالآخر بيطلع قرار بالكل طلعوا الكل. هذا اللي عم يصير. مش هيك الحل مش أمنة يعني. هي عم بتقول كل هيدي هو المزيد من التشجيع على الزبائنية، انه السيستم مش ماشي. بنروح عند زعيم المنطقة نائب المنطقة. نحن سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية. بالنسبة للقضاء، بالنسبة للقضاء انا من 98 عندي 50 ملف قضائي لا زال عالق بقصر العدل. نعم. فساد. وهيك بنوصل للخطاب النهائي لحلقة الليلة من لبنان تاون هول، ومسك الختام مع اصغر المشتركين معنا سأل أسئلة، وهلا صار الوقت انه يعمل الخطاب تبعه. فراس الحاج حسن رح بنشوف بوجهه مزيج من الحماس والوجع ولكن الأمل أيضا بمستقبل أفضل للبنان. فراس الحاج محمد تفضل. كل مصيبة وراء حكمة، باطنة خير وظاهرة شر. صح بدنا نخسر نتعب ونضحي، بس هالأزمة رح تسقط كتير أقنعة كانت مخباية، وهيدي الأزمة رح تضوي على محلات كانت معتمة. بيقولوا الصبر مفتاح الفرج، بس وضع اللبناني هلأ مثل المعلق بقشة. فعلوا السياسات، شو ناطرين لتفعلوا السياسات اللي اقترحناها من شوي ومنها اللي كانت عم تقترح من سنين، بس انتو كنتوا عاجزين انكم تطبقوها. كسر الوكالات الحصرية، حصر الكارتيل وغيرها كتير. اللبناني صار عم يأجل وجعه، يا لأن ما معه كاش يدفع المستشفيات الخاصة، يا لأن بطل عنده ثقة بالمستشفيات الحكومية. أبسط حلم عند المواطن صار إنه يحصل على حقوقه، وهي إنه يحس حال المواطن. كل شيء عم بيغلب هالبلد إلا كرامة المواطن عم ترخص. بتيجي بتسأل ورثة الحكم ليش؟ بيقول لك يا حرام ما خلونا. المال العام للعام، المال العام للعام، حاجة تقسموا على ذوقكم 20% 30%، نحن الأكثر بلبنان بدنا 40%. نحن هون اجتمعنا كشباب من مختلف المناطق اللبنانية، من مختلف المذاهب اللبنانية، لحتى نفرجيكم مذاهب الدينية، لحتى نفرجيكم أنه منقدر للعيش المشترك ومنقدر نوحد أفكارنا لحتى نحارب الفساد. هول الشباب والصبايا اللي شفتوهن في منهم كتير وكتير بلبنان، يعني لبنان بعده بألف خير. لا مش هتطلع بصحتنا، لبنان جديد جاي ورح يتعمر. شكرا. حلو. شكرا يا فراس. انت بما انك اصغر واحد بيناتنا عجبتك هيدي الحلقة، حسيت حصلت على الاجوبة اللي كنت عم تسأل عنها او لا؟ صراحة كنت متوقع انه بهالحلقة نحصل على كل الاجوبة، بس ازداد التعقيد لأنه حسب ما حسيت أنه الأحزاب فوق القانون. ما في قضاء، ما في قانون بتوقيع صغير كله بينحل. يعني صراحة ما بعرف شو بدي أحكي، عالج لتفالج أو فالج لتعالج. فالج لتعالج. بعد كل هالمحاولات عمرك 18 سنة كنت بتتوقع أحسن من المسؤولين بهذا البلد؟ أنا بشوف أنه مستقبل لبنان أحسن بكتير من هالثلاثين سنة اللي مضوا، لأنه نحن كفكر شباب، أولاً خليني نضوي على نقطة أنه الشباب صاروا يقرفوا من أحزابهم، وكتير شباب بطلوا طايقين أحزابهم. لبنان الجديد رح يجي وجاي أحسن. نعم. لأنه نحن الفكر الجديد رح نخلص من العقلية القديمة. أنا عندي كم دقيقة متبقية، بحب أسمع تعليقاتكم بدقيقة لختام هذه الحلقة. نقيبة تفضلي، كيف بتحبي تنهي هذه الحلقة؟
أنا بحب أدعي كل الممرضين بكرة ينزلوا كلهم الساعة 11 بمراكز عملهم لحتى نعلي الصوت، لحتى نقول إنه القطاع التمريضي عم بيعاني. وأنا بطلب من كل المسؤولين بالبلد يوعوا لخطورة هالوضع، وبعني من المسؤولين من فخامة رئيس الجمهورية لدورة رئيس الوزراء للوزير الصحة لكل الوزارات المعنيين وحتى لنائب المستشفيات الخاصة ولكل أرباب العمل وللممرضين أنفسهم. نعم. كلنا بدنا نحط إيدين بعضنا لنطلع باستراتيجية. نعم. وطنية لننقذ القطاع. ما بينترك المواطن لأي تبريرات عم تقوم فيها الدولة. الأدوية الاستمرارية الحياة بأدوية مستعصية وأدوية مزمنة هي واجبات الدولة تأمنها. بأيام العز ما كان المريض عم يقدر يحصل عليها الدولة كانت عم تأمنها. فيني قطعه من قروض، فيني سوي مليون شغلة، وخاصة إذا واحد سرق أموال الناس ومجمدها ومصادرها ومنعن يشتروا أدوية بميلن، هيدي مسؤوليته وهي تنحل. الأهم من هيك اللي حكاه الشاب الحاج حسن فراس إنه الشغل الحلو هو بالايام الصعبه. نعم. انا سالوني كتار انه الشغل الحلو باي معنى؟ اي شغل هو؟ لا ما فليت. نعم. على برات لبنان بهالازمه مثل كتار من الزملاء، قلت لهم انا لو كنت برا هلا بجي. نعم. ودائما بس يكون في مشاكل وصعوبات. نعم. شكرا دكتور خليفة. ودير ظهره لانه. نعم. لمين عم بتدير ظهرك انت دكتور عراجي؟ حطوا جرايكم بالارض وثبتوا. نعم. بلدكم اللي هذا البلد بنوه عمالقه إن كنا عم نحكي. نعم. بالطب خلص الوقت، عم يخلص الوقت دكتور عراجي. نحن أنا بصفتي رئيس لجنة الصحة النيابية أنا بدي حاول المستحيل أمن الدعم للأدوية المزنية، لأنه عارف بالأيام هيدي في ناس كتير ما أنا قادر تشتري الدواء، وفي ناس عم بيروحوا للطب البديل. كمان في شغلة تاني بدي أقولها، يعني وهيدي لازم تعرفوها أنتوا شباب، إذا نحن ما صار عنا مواطني بالبلد وإذا ما صار في استقرار سياسي، الخلاف السياسي بالبلد وعدم الاستقرار السياسي بالبلد هو سبب كمان من الأسباب الأساسية لنار البلد فيها. شكرا لك دكتور عراجي. دكتور السكري ختاما تفضل. أنا بصفتي رئيس الهيئة الوطنية الصحية باسم الهيئة الوطنية الصحية وباسم اتحاد طلاب الصيدلة اللي كمان هلأ توجه للتعاون معنا واللقاء الأكاديمي الصحي تحت شعار الصحة حق وكرامة. نعم. رح نضل العين الساهرة الرقابية على كل الكلام والوعود اللي بنسمعه من كل المسؤولين. نحن بعام المر بزلزال كبير بلبنان ما فعيله ما خلصت بعد، هذا بيتطلب من الجيل الجديد. برجع بكرر للمرة الألف وعم كررها من أول ما بلشت من 25 مش هلأ عم بحكي. نعم. هيكي هني واجبون، ما تستغربوا ما تزعلوا إنه تفاجأتوا، لا ما تفاجأتوا، في تربية غلط وفي 100 ضربة سخنة، ما في ثقافة مواطنة بلبنان، أنتم مسؤوليتكم. نعم. هيدي مسؤوليتكم من هون وبالرايح. شكرا لك دكتور السكرية، وهيك بنكون وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من لبنان تاون هول. بشكر ضيوفي بهالحلقة دكتورة ريما زاسين أزان، دكتور إسماعيل سكرية، دكتور عاصم عراجي، ودكتور محمد جواد خليفة. بشكر حضوركم معنا، على أمل نكون قدرنا ووصلنا صوت الشباب المهمش إلى المسؤولين. بشكر أيضا تعاون مؤسسات إعلامية معنا. بالحلقات الجاية رح ينضم إلنا المزيد من المحطات، تأكيدا على حرص الإعلام اللبناني ليتوحد على القليل مرة بالشهر لمعالجة قضايا الشأن العام بطريقة جديدة. من هلأ للقائنا المقبل بتمنى لكم أعياد مجيدة، وإن شاء الله السنة الجديدة تحمل معها بداية الحلول لكل مشاكلنا ابتداء من القطاع الصحي، لأنه آخر شيء رح تطلع بصحتنا. شباب شكرا لكم على كل أفكاركم اللي قدمتوها بهيدي الحلقة. باسم كل الفريق العامل بلبنان تاون هول بشكركم، بشكر متابعتكم، وإلى اللقاء. We'll be right back.